بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم 2 صفر اسمحوا لي في الاول يعني انقل لكم اعتذار اخويا وصديقي منتصر الرفاعي اللي اعتذر فجاه عن حضور الحفل عن حضور الحلقه لانه تقريبا جاله تليفون بلد من بلد ان الست والدته تعبانه ربنا يطمنوا عليها واحنا كمان نطمن عليها ونحاول اثناء الحلقه برضو نكلمه فبنقول الف سلامه للحاجه منتصر وان شاء الله ترجع لنا يوم السبت الجاي وانت معنوياتك زي الفل طيب خلونا نبدا من عندما مباراة القمه مباراة القمه يبدو ان احنا في كل مباراة قمه لابد نواجه ازمه والازمه اللي بتيجي من الاهلي ولا بتيجي من الزمالك للاسف بيكون مصدرها اتحاد كره القدم هناك كلام عن محاولات لتاجيل القمه اللي هتقام يوم 10 مايو القادم نادي الزمالك اعلن موقفه واصدر بيان رسمي بيعلن فيه رفضه القاطع لتاجيل المباراه وانا الحقيقه مش شايف لها اي داعي لمساله التاجيل لانه احنا لعبنا مباراه من اسبوع ومشيت زي الفل والاجواء كانت حلوه والزمالك قدم عرض لحد ما جيد الاهلي لعب عرض اجود من عرض الزمالك واستحق الفوز الحقيقه يعني وكان التحكيم مصري والدنيا كانت ماشيه جميلة فيا ريت لما احنا اتعودنا ان احنا هنجيب حكام مصريين فنتعود برضه على احترام الجداول اما لو كانت مساله التاجيل دي خارجه من اتحاد كره القدم فهي امر مرفوض وزي الزمالك ما رفض اظن ان الاهلي كمان هيرفض لانه عايز يلعب مؤجلاته لسه مخلص النهارده انتصار جديد خد 3 بونت قدر يعوض الهزيمه الاخيره ويرجع تاني للمنافسه على الصداره فبقول مفيش داعي التاجيل ملوش اي معنى ملوش اي قيمه في هذا التوقيت خصوصا ان كل ماتشاتك المضغوطه بتلعبها فمش ممكن هترحل تاني المباراه الاخر الدوري ونقعد نتخانق عليها بمناسبه الكلام عن مباراه القمه كان عندنا ايضا قمه فاصله لفريق مواليد 99 بين الاهلي والزمالك فريق الشباب هذه آه البطوله الحائره اللي كان المفروض لعب الزمالك احتفلوا بيها بعد خسارتهم من الاهلي 2-1 بناء على ان اللايحه بتقول ان الفريق الاكثر تهديفا بيبقى هو البطل فجاه بين عشيه وضحاها اتغيرت اللايحه وقال لك لا المواجهات المباشره ورجع قال لك لا احنا هنعمل مباراه فصل اتحاد كره القدم زي ما عودنا برضو يعني عمل بالون اختبار رمى كده في الشارع الكروي مساله الغاء المباراه واختصام القمه باقتسام الدرع بين الاهلي والزمالك هذا الموسم الزمالك للمره الاولى كان يبقى له موقف واضح ومحدد الحقيقه يعني هو اعترض من بدري وهدد انه مش هيلعب مباراه الاعاده الثانيه ويبدو ان هذا التهديد اتى بنتيجه لان اتحاد كره القدم للاسف اتعود انه تحت الضغوط بيغير قراراته الاهلي بيحتاج بيضغط بينفذ الزمالك هو لما بيحتاج ولما بيضغط بينفذ في مباراه قبه صغيره خليني اقول لكم كمان ان عندي من ضمن الاخبار اللي عندي ان كارترون بشكل مبدئي وافق على اعاده باسم مرسي للزمالك بدايه من الموسم القادم الراجل طبعا بيعاني الامرين عنده في منطقة السترايكر أو, أو رأس الحربة مشكلة كبيرة جدا مش قادر يعالجها منذ رحيل مصطفى محمد اللي هنقول عليه خبر كويس دلوقتي فأنا شايف إن بس مرسي الحقيقة يعني لعيب مهم جدا لعيب فايتر مقاتل فدائي زملكاوي جدا عودته هتكون مكسب للزمالك لأنه أبدا لن يكون أقل من المستوى الثنائي الموجود دلوقتي من غير ما أذكر أما عن مصطفى محمد مصطفى محمد غايب عن مباريات فريقه التركي من حوالي اربع اسابيع لاصابته بكورونا ما شاركش في اخر اربع مباريات الحمد لله النهارده رجع وخف بنقول الحمد لله على السلامه يا درش وشارك النهارده فريقه كان بيلعب امام انطاليا سبورت التركي في الدوري التركي ونزل في الدقيقه 66 وقدر يسجل الجول الثاني لفريقه في الدقيقه 71 وده الهدف السابع تقريبا لمصطفى محمد اللي احنا كلنا منتظرين يكون يدي عطاء افضل واقوى من كده كمان داخلين على اولمبياد وطبعا مكانه محجوز مع تشكيله شوي غريب وايضا المنتخب الاول مع حسام البدري فبنقول انه خبر سعيد يسعد كل محب عشاق كره القدم المصريه مش الزمالك بس مش زمال بس لان النهارده مصطفى محمد زيه زي, زي باقي المحترفين بيمثل كره القدم المصريه آه والعلم كان الفريق التركي اللي بيلعب له آه مصطفى محمد مفس في اخر ثلاث مباريات فعودة مصطفى محمد كمان كان وشه حلو على فريقه وقدر يحقق الفوز بعد ثلاث خسائر متتالية فده كمان يأكد لنا أن مصطفى لعيب مهم ولعيب مؤثر وأيا كانت اللعيبة الموجودة معه هو لازم يحجز مكانه مع أنطاليا سبورت التركي في كمان خبر عندي من الزمالك أنا بعتبره خبر حصري خبر يمكن ادهوني أحد وكلاء اللاعبين وهو وكيل هذا اللاعب اللاعب السوداني هداف منتخب السودان وهداف المريخ السوداني اسمه سيف تيري سيفتري بيقال ان الزمالك قدم له عرض رسمي بمقابل 240 ودي صورت صورته عندنا على فكره هذا اللاعب سجل هدف في مباراه الاهلي والمريخ الاخيره في دوري ابطال افريقيا سجل تحديدا الجول الثاني من من الهدفين بتوع المريخ هو لعيب وحش الحقيقه يعني الزمالك عارض 240 الف دولار لضم هذا اللاعب المهم جدا اللي بيعتبروه في السودان وعمره على فكره 24 25 سنه هو مستقبل كرة القدم السودانية فأعتقد لو هذا الخبر صحيح وكان الكلام على مسؤولية وكيل اللاعبين أحمد علاء صديقنا وصديق البرنامج فهيكون صفقة رابحة جدا لنادي الزمالك يمكن الفترة الأخيرة كمان خلونا نتكلم على الشيخ عبد الله بن مساعد مالك نادي شيفلد الإنجليزي قال تصريحات عاملة شغب وإثارة وعاملة جدل وسجال على السوشيال ميديا بين جماهير كرة القدم المصرية كلها الراجل طلع أعلن إنه بينتمي لنادي الزمالك وبيشجع الزمالك من زمان وكان له تفسير واضح جدا بيقول إن الزمالك تأخر في عدد مرات الفوز بالدوري بسبب ما فعلته الأهرام عند أهو معانا الصوره ومعانا التصريح بتاعه يعني يمكن على على صفحته على الفيسبوك بيقول فيه إن الزمالك كان ضحية الوكالة وكالة الأهرام اللي كانت بتدي الأهلي 100 مليون رعايه مقابل 30 مليون فقط وقال إن هذا الكلام هو اللي قتل المنافسه على بطوله الدوري خصوصا كمان بعد بعد ظهور انديه الشركات الخاصه اللي بقت كتير في الدوري اعتقد ان ان علينا دلوقتي ان احنا نراجع حساباتنا كويس جدا انا لا لا احبذ ان انتقادات للدوري المصري تيجي من بره مصر ودي مش اول مره انا كمان قريت في تقارير يمكن بلجيكيه بتسخر من الدوري المصري بتقول ان كل العوامل المساعده وكل المؤسسات الرياضيه في مصر تقريبا بتساعد علشان يبقى الاهل البطل الدائم طبعا القطب الاوحد دي نظريه مش موجوده غير عندنا في مصر بعض الناس عايزين كره القدم المصريه يكون لها قطب واحد بس وانا بقول لو عندنا قطب واحد بس مش هيبقى عندنا كره قدم في اي دوله في العالم في دربيات اي دوله في العالم في منافسه في اهلي وزمالك في اسبانيا في المانيا في انجلترا في بلجيكا في اي دوله في الدنيا حتى في السودان في السعوديه في قطر في اي دوله هتلاقي فريق واثنين بيمثلوا الاهلي الزمالك في دوريهم وبيتنافسوا على اللقب اما لو احنا اكتفينا بيبقى عندنا فريق واحد وبطل واحد وقطب واحد فبالتالي تشكيل منتخبات المصرية على مختلف اعمارها هيكون تشكيله بطبيعة الحال من النادي المتصدر او النادي الفائز ببطولة الدوري حتى بنشوف دلوقتي الزمالك وقف اوجه عظمته السنة اللي فاتت كان برضو العدد الاقل من لعبته في منتخب مصر وده طبيعي لان الاهلي كان فايز بالدوري كالعادة طيب عندما يتراجع مستوى الاهلي حضرتك هتعمل ايه؟ لعيبه مستوى الاهلي بتتراجع اذا هيبقى منتخبك هيدفع الثمن فانا بتمنى ان دورينا يتحسن ونسيب الكوره للكوره والاهل الكوره ونلعبها فقط رياضه للاسف احنا عندنا البطولات غالبا بتدار من خارج المستطيل الاخضر زي ما قال المهندس عبد القيا في الكلمه الشهيره جدا وانا مقتنع بيها فيا رب نلعب كوره بس يا رب ننمي روح المنافسه بس بين اللي فوق وبين اللي تحت حتى زي ما بيحصل في دوريات اوروبا، الدعم الاكثر مش للفرق اللي بتفوز، الدعم الاكبر للفرق اللي بتنافس من اجل البقاء والفرق اللي طالعه من تحت، لان الفرق دي اللي تحت هي اللي بتحدد شكل المنافسه من فوق، انما فريق بياخد له نص مليار جنيه ايا كان اسم الفريق، وفريق بياخد له 3 مليون، وفي الاخر حضرتك تكلمني على المنافسه، لا مساله صعبه جدا، وانا بتمنى انه يجي الوقت ويبقى عندنا فيه ثوره رياضيه والثوره دي تطول الدوري المصري اللي بصراحه احنا زهقنا منه بالشكل الحالي. طيب انا خليني اقول لكم انه بعد الفاصل ان شاء الله هطلع فاصل صغير وهستقبل حد انا بحبه جدا آه، الاستاذ عبد الشافي صادق الصحفي القصير البكير اللي في كل البرامج بيقاطعني، النهارده مش هسمح له يقاطعني والا همنع عنه <applause> عنه الصوت. فخلوني اطلع فاصل صغير وأقابل الاستاذ عبد الشافي صادق ونكمل معاكم حلقتنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية رجعنا لكم معايا المشاغب أخويا وصديقي وحبيبي الأستاذ عبد الشافي صادق اللي منور الحلقه اول ما دخل عليها دخل بملفات قلت له بص ايدك احنا في رمضان خف شويه اهلا بك عبود حبيبي صبحي وزميلي وصديقي واخويا حبيبي. وكل عشره العمر عشره طبعًا. السنين أكيد. يعني أكيد. وانا سعيد ان انا اكون موجود معاك يعني وتفضل افتح ملفات اللي انت عايز بس احنا في رمضان يعني انا دخلت انا دخلت بتكلم في الانترو عن تاجيل مباراه القمه انت قلت لي لازم اتكلم في هذه القضيه آه. عندك معلومات المعلومات اللي عندي بتقول ان هم مباراه القمه يوم 10 مايو فاللي اتكلم في مبار... في مساله التاجيل هو الاهلي، الاهلي الموجود في اللجنه الثلاثيه والاهلي كنادي اهلي اللي هو مين بقى؟ احمد حسام عوض رئيس لجنه الشباب في النادي الاهلي بالظبط وعضو اللجنه يعني... الثلاثيه في اتحاد الكوره وعضو اللجنه الثلاثيه في اتحاد الكرة هو اللي اتكلم في المشروع ده مم. هو اتكلم في مساله التاجيل ان المصابين يخفوا وان الاجهاد على لعيبه الاهلي وان لعيبه الاهلي مجهدين فلازم ناجل علشان يستريحوا ويلتقطوا انفاسهم ويرجعوا يكتمل فريق النادي الاهلي على الرغم من انا بقول لاحمد حسام عوض حضرتك مع احتفاظ بالالقاب حضرتك الاهلي بمن حاضر يعني الاهلي اي حد لعدك الدكه الاهلي بعلي لطفي الاهلي بعلي لطفي الاهلي باي حد بيلعب في الملعب بيكون موجود النادي الاهلي حضرتك انت قلقان قوي كده ليه ده انت المفترض موجود في اللجنه الثلاثيه ان حضرتك مظله لكل الانديه مش مظله للنادي الاهلي وبس او تتحدث في امور النادي الاهلي بس الحوار دار مع الكابتن احمد حسام عوض مع بعض مسؤولي النادي الاهلي في مساله التاجيل وهو اللي طلع يتكلم في الموضوع ده اعتقد دي هذا الامر يؤخذ على الكابتن احمد حسام عوض لان حضرتك من المفترض لجنه ثلاثيه مؤسسه اتحاد كره القدم التي ينتمي اليها 194 نادي فال194 نادي الاهلي زي الاتحاد زي السكه زي الزمالك زي زي المصري زي المحله زي كل الانديه حضرتك ليه انت اختصيت النادي الاهلي ومهموم قوي بهموم النادي الاهلي وده فكرني بحد قبل كده كان مسؤول في النادي الاهلي كان يحضر تدريبات النادي الاهلي وبيقول لك النادي الاهلي كان النادي الاهلي متعس ساعتها وقتها حضراتكم يا فندم اللي يقعد في المكان ده لازم كل الانديه تبقى تحت وصايته وتحت رعايته اللي يقعد مسؤول في مؤسسه كره القدم لازم يبقى مسؤول على كل الانديه مش مسؤول على النادي الذي كان يعمل له والامثله عندنا كتير لا ده في مثال قريب جدا بتاع عمرو كان رئيس اللجنه المؤقته وكان اكتر واحد بيعاقب نادي الزمالك لا ده عاقبه مباراتين بست نقط اتخصم <applause> منه ست نقاط والايقافات بقى والارهاقات والبتاع ورفض التاجيل يوم ماتش الزمالك في نهائي افريقيا برضه كان نفس المشكله كان نفس المشكله اه الكونفدراليه اه اه وبكلامك انت بتتفق معايا لما قلت في الانترو عبد الشافي انه انه مساله تاجيل القمه كانت بالون اختبار من اللجنه من اللجنه اللي بتدير اتحاد كره القدم يبقى كده انت بتاكد الكلام اللي انا قلته ما هو, هو الاهلي بي... مع الاهلي بيتكلم مع مسؤول الاهلي بالظبط مسؤول الاهلي <applause> بيتكلم في اتحاد الكوره وهو اللي بيطلب التاجيل هو اللي بيطلب التاجيل يعني المفترض ان في طلب جاي له من النادي الاهلي ويناقش هذا الطلب لكن انت تتطوع من عندك وتتكلم في مسائل تاجيل انا انا بعتقد حسب معلوماتي موسيماني كابتن سيد عبد الحفيظ لم يطلبوا من الكابتن احمد حسام عوض ان يتكلموا في مساله التاجيل يوم 10 مايو اذا كان القمه نجحت بالحكام مصريين نجحت تماما ومفيش مشكله وما حصلت. فيش مشكله حصلت وكانت واحده من اجمل واحلى مباريات القمه مع عدا الزمالك اللي هو الفشل ايه بقى المانع انه النادي الاهلي بعقليه تانية يفكر انه يستثمر انتصاره على الزمالك ويصر على انه يلعب ما فيش مانع طبعا لا انما التاجيل يطلع من عنده هذا اللغز لا هو التاجيل طالع من الكابتن احمد حسام عوض ايوه خلي بالك بيبقى بناء على راي حد من الاهلي بيتكلم ممكن يكون قاعد دردش طبعا ما حد ممكن من ليه اداره لا. النادي او الجهاز الفني وبعدين ما تنساش عمره ما يقوم من النوم يقول كده انا عايز اجل مباراه القمه لوحده يعني يعني هو هو بيقوم من النوم وبينام مهموم بالنادي الاهلي م. بس انا بقول له يا كابتن انت في موقع يختلف عن موقعك كرئيس لجنه الشباب في النادي الاهلي أتفق انت معاه. لما كنت موجود في لجنه الشباب في النادي الاهلي كون مهموم بالنادي الاهلي ومين ما يبقاش مهموم بالنادي الاهلي من مسؤولي و... ومسيري و.. 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 النادي الاهلي مسؤول عن نادي. إنما النادي انما انت بتتنقل اتحاد كره القدم مسؤول عن 18 نادي يعني المفروض يا سعد مش 18 يعني. 194 نادي انا بتكلم حتى على مستوى الدوري العام انت المفروض كل الانديه دي تحت مظلتك زي زي مظلتك يبقى التساوي او المساواه في الظلم إيه حتى إيه اللي بنتكلم عليها طول اللي هي العداله ما احنا بندور عليها مش لقينا من زمان العداله العداله في اتخاذ القرار العداله في التعامل ما ينفعش ان في نادي يبقى على راسه ريشه ومندوبه هو شايل هذه الريشه المسؤول يعني اللي بيمثل النادي الاهلي في اتحاد كره القدم هو اللي هز... شايل هذه الريشه طب رايك والاخر بلون... مظلوم وبالون تختبر انا, تختبر على... بلون تختبر أنا أيوة. مش هتكلم على بالون اختبار الغاء المباراه الفصله بين الاهلي والزمالك لا ده هتسيبني نتكلم فيه في الملف ده ايوه وتديني إسمعك. وقت ان انا اتكلم اسمعك قدامك ثلاث دقائق او هتقاطعني؟ <applause> <applause> لا لا انت اللي بتقاطعني عاوز اتكلم في المساله دي ما فيش مسابقة في العالم في أي دولة في العالم حتى في العالم وراء البحار بتتعمل بدون بطولة بدون لايحة. إيه هي اللايحة؟ هي شروط المسابقة. طبعا. شروط المسابقة اللي أنا بتفع عليها الأندية كلها وهي بتبقى دستور المسابقة. وأي خلل وأي خلل فيها يلغي المسابقة ويحكم عليها ببطلانها. ماشي. مسابقة الشباب 99 اتعملت بليحة اتحطت في بداية الموسم. لما جت أزمة كورونا فقالوا وكمان الاتحاد الدولي لكره القدم الغى بطولات الشباب عشان يبقى كلامنا واضح وليه هم اتكلموا في مساله الغاء بطوله الشباب تسعة 99 لان الاتحاد الدولي أنفنتينو طلع قال احنا الغينا كل مسابقات الشباب والناشئين عشان وباء كورونا اللي ضرب العالم كله. ماشي تمام انت في اتحاد كره القدم خدت قرار بالغاء ثم تراجعت فاهتدى مش مش الكابتن احمد بجاه فاهتدوا بعد كده ان هم البطوله تقام من دور واحد. بالظبط. من دور واحد في هذه الحالة كان يجب على اتحاد كرة القدم أن يضع لائحة جديدة عشان كده اللي بقول بطولة من غير لائحة يضع لائحة جديدة ليه؟ لأن هي كانت من أنت لغيت دور منها يبقى أنت داخل مسابقة جديدة إما أن تلغيها نهائيا عشان تأخليت بشروط المسابقة لأن شرط لائحة المسابقات دي اللي بتوب أو لائحة البطولة هي عقد اتفاق ما بين اتحاد كرة القدم وبين الأندية يا استاذ صبحي فعقد الاتفاق ده لو انت خليت بشرط من شروطه يبقى ابطلت المسابقه طب انا عايز اقول لك على حاجه هو حتى البند بتاع تحديد البطل في اللائحه الحاليه بيحتكم إيه الى الفريق اللحيه الحاليه ايه دي اللحيه الأدي... الموجوده الموجوده الى آه. إيه الفريق الاكثر تهديفا الاكثر تهديفا فيدي الزمالك متفرغ ب... لدرجه اقول لك بس معلومه صغيره لدرجه ان خرجت بعض الاصوات من النادي الاهلي يعني قالوا حاجه بصراحه كوميديه جدا يعني قال لك لا في اللائحه الاحتكام للمواجهات المباشره ما فيش موجات مباشره ده ماتش واحد لا هو على فكره لا انا لا يعني حتى لما قال لك ليه نلغي وليه نعمل مباراه فاصله كان من اسبابها اللي خارجه من النادي الاهلي ان احنا عندنا احنا المتفوقين خد دي بقى, دي مواجهه يا حبيبي ما فيش خد دي بقى المعلومه دي عندك والمواجهات المباشره طالما اقل من دورين ما بتبقاش مواجهات ما مباشره ما فيش مواجهات مباشره هي دورين خد المعلومه دي عندك الموقع الرسمي للنادي الاهلي كان بيقدم مباراه الزمالك والاهلي موريد 99 اللي اتلعبت في ملعب النادي الاهلي ان هم بيقولوا ان الاهلي محتاج الفوز ثلاثة 0 ثلاثة صفر ده كان ستة عشان يعادل الأهداف الزمالك أو قال هم قالوا كده ستة عدد كبير من الاهداف آه. عشان ياخدوا البطوله مم. وده معناه ان هم عارفين ان فرق الاهداف هو الذي يحسم اللقب لصالح الزمالك انا لا اتهم النادي الاهلي ولكن المتهم الوحيد عندي والمقصر والذي يجب ان يحاسب على ده هو اتحاد كره القدم مم. واحد اتنين الكابتن احمد مجاهد طلع على احد الفضائيات مسك المسابقه كلها شرحها شرحها ازاي قال ما في دي مسابقه تسعة 99 اتعملت عشان تل... الاثنين لعيبه ال... حمد لاعب لات... الاتحاد ومصطفى شوبير فما فيش مسابقه تتعمل عشان اثنين لعيبه الكلام ده طالع من رئيس اتحاد كره القدم عمار حمدي عم... توفيق اللي هو لاعب الاتحاد السكندري اه فالمسابقه اتعملت من... عشان الاثنين دول لا حضرتك يا فندم الكلام ده ده اتهام دي جريمه يعني ايه حضرتك تسخر امكانيات اتحاد كره القدم وتسخر حكامه وتسخر فلوسه وانديته عشان اتنين لعيبه هذا الكلام كان لازم الكابتن احمد مجاهد يتحاسب عليه او يتحاسب هو اللجنه الموجوده او اللجنه الخماسيه برئاسه عمرو الجنايني او الاستاذ عمرو الجنايني لان الكلام ده كلام فارغ ده نوع من العبث ما فيش بطوله بتتعمل من اجل اتنين لعيبه يا يعني ريت تشوف لنا احمد يا مصطفى حد من فريق الزمالك 2006 عشان برضه كانوا احتفلوا بالبطوله جوه النادي الاهلي وكانت من نتيجه الاحتفال والكاميرا اللي في غرفه الملابس ايقاف احمد عيد وايقاف امام عاشور 12 مباراه ودي ما حصلتش في ملعب كوره في العالم حقي... ليه علشان الولاد كلموا او حتى اخطاوا او شتموا لا هو التجاوز ممنوع التجاوز تجاوزه طيب انا عندي ممنوع. انا عندي في الدوري المصري سعد عبد الحفيظ خد ثلاث انذارات في ثلاث مباريات متتاليه لانه نزل الملعب واختلف مع الحكام واحيانا كان بيشتم لسه موقوف على فكره وموقوف مباراه واحده آه مباراة. انا عايز اعرف المعيار الراجل اللي بيشتم تعالى نروح برضه لمحمد طلعت لاعب آه اربع ماتشات لا, لا 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 مش كده وقف اربع مباريات عشان ايه عشان شتم واسف في اللفظ بصق على الجهاز الفني النادي الزمالك أمام الكاميرات الرئيسية مش الكاميرات اللي الملابس وخد أربع مباريات بس أنا عايز سيل المكيال لا مش المكيال حضرتك لو هم مش عندهم عقوبة البصق على الخصم موجودة في لائحة الاتحاد الدولي يا صبحي طبعا لا الاتحاد الدولي بيقول لك البصق إيقاف ست شهور مم. مش ماتشات ست شهور حضرتك مش تلمسش كرة قدم وأحيانا ننظر في أمرك بقى مرة أخرى لأن البصق ده عمل غير أخلاقي لا يليق بالروح الرياضيه طبعاً. ولا يليق بال... ب... بكره القدم اللي هي اصلا لعبه للمتعه لعبه لنشر السلام لعبه لنشر المحبه انما البصق بيعتبر جريمه في كره القدم عقوبتها تبدا العقوبه لو كانت المساله مخففه حسب المرحله السنيه تفوق عقوبه العنصريه بز... دي عنصريه على طول فالبصق دي عق... جريمه انما اربع ماتشات انا شايف ده كلام فارغ طب تعالي... شايف فيه مجاملات طب تعالي بس أنا... عاوز اكمل بس موضوع الشباب تليفون مهم انت حبيبك وعايز يدخل يعقب على غير مجاهد بس عايز اقول حاجه ثانيه قول بسرعه آه الكابتن احمد مجاهد لما قال لك مباراه فاصله هذا الكلام ده عبث لان من لايحه ما فيهاش مباراه فاصله بالظبط انت من فين جبت الكلام بتعمل ده؟ بتعمل لايحه بعد البطوله بتنتج لايحه معانا رضا سيكا كابتن رضا سيكا مساء الفل حبيبي رضا <applause> <applause> اخبارك يا حبيبي <applause> كل سنه وانت طيب بمشي على حضرتك وبسلم على الجميل الحقاني <applause> حبيبي يا نجم خش بقى خشي في الموضوع على طول طيب. احنا اتكلمنا في عقوبه سيد عبد الحفيظ كان بيعقب عليها وعقوبه لا محمد طلعت لاعب الانتاج الحربي امام عقوبه امام عاشور واحمد عيد وتقريبا الحدث متشابه يعني هو أو اولا انا بسلم على حضرتك وبسلم على الاستاذ عبد الشافي وحبيبي الصبحي مفيش حد في مصر اتكلم عن الواقعه بتاعه سيد عبد الحفيظ غير رضا سيك على صفحته بس عشان كده انا ب... <applause> عايز اسمعك <applause> تمام لان في ظلم واحمد مجاهد قاعد على الكرسي اللي هو قاعد ده عشان بياكل عيش فيه م. تمام أول حاجة ده كله 5000 دولار بس يا كابتن تقرير الحكم أستاذ صبحي المفروض ده بيديني الشاد عبد الحفيظ إهانة من ست 8 مباريات ده الوضع الطبيعي في أي قانون بتاع حتى مدرسة الكورة أيوة أو في الشارع مع السادة عبد الحفيظ دي خامس أو سادس غلطة في السنتين اللي فاتوا دولت يهين الحكام قدام أعين الناس كلها ده تلات مباريات على التوالي خلاص. تمام الحاجه الثانيه المصيبه اللي محدش حدش فيها ان السيد كان موقوف المباراه ديت ازاي يكون موجود المباراه اللي فاتت وهو موجود ازاي بالزبط. هو يكون موجود وازاي ينزل الملعب الجرأه ديت وازاي يهين حكم قبلها باسبوع احمد مجاهد بيقول لحكام مصر انا ببارك لكم على ادارتكم مباراه الأهل والزمالك فانت دلوقتي بتضحك على مين ولا انت قاعد على الكرسي بتاعك عشان تاكل عيش يا ابن الحلال احنا في رمضان في ربنا اتقي الله الكرة في مصر باظت بسبب الناس المسؤولين في اتحاد الكوره انت قلت نقطه <applause> مهمه جدا جدا يا كابتن رضا، قلت ان سعد عبد الحفيظ كان موقوف المباراه اللي فاتت بثلاث انذارات ومع ذلك كان موجود ونزل الملعب. تمام هو ما حدش بيشوف التصرفات دي؟ لا مع الاهلي ما حدش يقدر يتكلم وعشان تاكل عيش في اتحاد الكوره لازم تبقى خدام تحت ارجل النجلة. لا 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 بغض النظر عن عن, عن, عن المسألة. انا ما اقصدش كده احنا بنتكلم كره قدم انت بس عندك لائحه بتطبق على الاهلي وعلى الزمالك وعلى المحله وعلى الاتحاد انما واضح انها بتطبق على الزمالك بس صبحي صبحي بعد اذن حضرتك انت عارف رضا شيكا ده لعيب كوره صح؟ طبعا لعيب كبير يعني دولي كمان يعني الكوره دي بتاعتي ومن طبعا نتي. فلما باجي اتكلم بتكلم على مجالي اللي انا ما اعرفش حاجه في دنيتي غير وما اقول كلمه الحق ايوه تمام احمد مجاهد لما جه جه عشان يدير اتحاد الكوره تمام اه هو كان في الظل عدو ومش عارف ايه والكلام من ده وكل اتحاد الكره من ايام هنا ابو في العشرين سنه اللي فاتت كل حاجه فيها مصيبه لازم يكون احمد مجاهد فيها. مم. جيت انت يا عم مسكت رئيس اتحاد الكره واتبسطنا وقلنا مبروك عليك، انت جاي تعدل بس واحد زائد واحد يساوي صح يساوي اثنين وان انت بس بتبسي الدنيا صح. اما عشان تمشي في اول اسبوع وتيجي تاخد قرار بتاع وقف محمد الشناوي وترجع تقول ده مصر كانت محتاجة عشان الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه فده لا انت ولا 100 واحد قاعد على الكرسي بتاعك عنده طب ما هي مصر دي. محتاجه امام عاشور في الاولمبياد وانت واقف 12 مباراه يا يعني استاذ الصبح بص نادي الزمالك عامل غرغرينه في دماغ المسؤولين انت طب. اول ما قبل قبل كاس الامم الافريقيه مع مباراه الاهلي ان يمشي المدير الفني وان يمشي رئيس النادي انت بتقول للزملكاويه اعلى من خيركم تمام وده كان بفضل الوزير اشرف صبحي ولو لاحظ اقول لك على حاجه برده ما حدش اتكلم فيها قبل ما يمشي مرتضى المستشار مرتضى منصور حصل حاجه كل الاعلام في مصر طلعوا ورموا كده بقياده الاعلام الكبير اللي مش عايز اذكر اسمه أنا عرفت ان الوزير اشرف صبحي مشي تمام وهيجي مكان الوزير اشرف صبحي محمد فضل اه اضطر الوزير اسف صبحي عشان يحافظ على الكرسي بتاعه قال لك يا عم ماشي مرتضى وده كان قرار غلط تمام قعد مشي مرتضى نادي الزمالك وقع صح ولا لا؟ طبعا جيت هتعدي مين؟ غير ان احنا بنقول الله يسامح صاحب القرار يا عم مشي مرتضى منصور ده غلط اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه فيه اما لغايه اللحظه اللي بكلمك دي اللي عارفين الراجل ده ليه حق ولا مظلوم ولا هو اصلا راجل ظالم مش عارفين اي حاجه امم تيجي دلوقتي الوزير اشرف صبحي اختفى مره واحده لا بيتكلم في الكوره ولا عاد بيتكلم على الزمالك ولا على مشاكل الزمالك مع ان الزمالك يعني اكتر فتره مش شايفين لا في فلوس ولا في كوره ولا في اداء ولا في اي حاجه تتخيلها هم مبسوطين ان نادي الزمالك كان الكبير دوت ما رئيس نادي وكان 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 من نتيجه ده انت عارف فريق كره اليد في نادي الزمالك فريق اسطوري يعني النهارده خسر بطوله الكاس قدام النادي الاهلي لا ما انت ما الصبح انا هقول ان دي ده توابع ويعني جماهير الزمالك لا. زعلانه لا. وبتهاجم اللعيبه بتقول الفريق اليد اتلعب فيه ده. أنا أنا شايف إنه برضو ده من طوابع اللي الزمالك اتعرض له الفترة الأخيرة يا أستاذ صبحي كزملكاوي وأي واحد من جمهور الزمالك عارف إن النهارده نادي الزمالك صعب إن أنت تضرب كرسي كرسي في الكلوب وتاخد الكاس آه. ما كانش هيحصل بكل بص من من رئيس الاتحاد الدولي لغاية الراجل الغلبان اللي ماشي في الشارع إن متأكد إن الزمالك لازم يتغلب غصب عنه مش هينفع تكسب الأهلي تاخد منه الدوري في كرة اليد من يومين ثلاثة وتيجي تاخد الكاس يبقى انت فاهم الموضوع غلط والناس فاهم الموضوع غلط طب انت مع تاجيل القمه ولا لا يا ابو الريد انا مع تاجيل القمه في الوقت دوت لان نادي الاهلي لو تلاحظ يعني انا كنت كاتب ان المفروض النهارده حسين زكي يروح يبعت الاتوبيس ما يبعتش فريقته اه عشان احنا الناس اللي بتحب نادي الزمالك تضحك بقى لان كده كده انت هتتغلب م. كان المفروض يبعت الاتوبيس بتاع النادي ويقول لك والله احنا تعطلنا والكلام دوت ما كانش يلعب المباراه لان كده بس ما فيش مطر يا كابتن ما احنا بقى كنا نقول مطر ما هم زي ما هم بيالفوا كل شويه صبح وليل الحاجه الثانيه في الصبح عايز اقول لك في مباراه نادي الاهلي النهارده لو تسمع المعلق ده حاجه مصيبه اه مصيبه انت جاي انت يعني سبع صنايع والبخت ضايع يا عم بعيد بعيد عننا يا عم يعني انت جاي دلوقتي بقى مش طايقينك وانت في بتجيع بتعمل تيجي تزعلنا مباراه النهارده تخيل رضا سيكا دايما دايما جريء وكلمه الحق سبقاك انت نورتنا يا رضا وشرفتنا وان شاء الله الاسبوع طيب. الجاي ولا حاجه تكون قاعد مكان عبد الشافي صادق شرف ليا وكل سنه وانت طيب. <applause> لا دلوقتي يا رضا جاي. طيب هو حط ايده على كام حته برضه مهمه جدا هو منها منها اللي عارف الرياضي طبعا منها الحته اللي انا ختمت بقى وهي فريق كره اليد أوه. انا شايف فيه هجوم ضاري على الفريق من بعد المباراه كانت شغاله في الانترو يعني لكن انا دلوقتي بس اعرف النتيجه وان الاهلي توج بفارق ثلاثة اهداف انا شايفها نتيجه طبيعيه نتيجه الارهاق والبطولات المستمره والا انت لو عايز تاخد البطوله يبقى انت عايز تحول الزمالك برضو لقطب واحد بس هو يحصد البطولات العربيه والمحليه والافريقيه انا شايفها مساله هكلمك فيها لكن بس. اتمنى من مجلس اداره نادي الزمالك اللي أهم من الدوري واهم من الكاس انك تحافظ على القوام بتاع اللي بقى الموجود انت عندك فريق منجم ذهب في عز ازمات الزمالك مع كره القدم هو الوحيد اللي بيطلع يسعد الجماهير وبيحقق بطولات كبيره جدا وعندك لعيبه بتوصلهم عالميه ده رايي في الـ في القضيه عشان كده سموهم ملوك الصلاه طبعا يعني عايز اقول حاجه مهمه للناس للساده المشاهدين فريق كره القدم اللعيبه دي بقى لها ثلاث شهور ما قبضتش تاني بقى لهم ثلاث شهور ما قبضتش لا المجلس موجود المجلس مشي المجلس الموجود دي ده، طب الناس دي ما أبضتش ليه؟ في واحد ب... انت ب... لو فتحت الراديو تلاقيه، فتحت البوتجاز تلاقيه، فتحت اي فضائيه تلاقيه، بالزبط. وحضرتك ما تتكلمش ليه على مرتبات الناس دي؟ الناس اللي نزلت موتت نفسها في الملعب علشان فلن نادي الزمالك، وتاخد بطولة الدوري وفي الصالة المغطاة هنا في 6 اكتوبر، حضرتك النهارده الفريق خسر فريق ثلاثة مبروك للنادي الاهلي حصوله على بطولة كاس مصر، بس خلينا اتكلم فني يا صبحي. فريق الزمالك عشان يوصل للمباراه دي مباراه نهائي كاس مصر لاعب فريق ثقيل جدا الهيوبليس امبارح وفريق تقيل جدا مباراة صعبه جدا, صعبة جداً مم وفريق عامر بالنجوم والمواهب فبذل مجهود يعني مجهود اكبر من المجهود اللي بذله النادي الاهلي في مباراته الاخرى فاذا انت داخل المباراه مباراه القمه متدغدغ عشان تكسب هليوبلس لان هليوبلس دي كانت اهم مباراه هي عنق الزجاج عشان توصل المباراه النهائيه هل كان الزمالك من حقه بقى ياجل هذه القمه يوم كمان كان حقه ولا اثنين آه. بنفس عقليه تاجيل مين اللي قمه الكرة مين مفيش حد هيوافق عاصم السعداني والله يقول له خلينا كل... اكمل اكمل باشا صبحي هيوافق الكابتن عاصم السعداني المدير الفني للنادي الاهلي وعضو مجلس اداره اتحاد كره اليد لا حد يعرف كده؟ لا هيوافق المجلس كله اللي ما فيهوش غير الكابتن ايمن بسمن الزمالك يمثل نادي الزمالك في اتحاد كره اليد بالمناسبه اتحاد كره اليد تم حله حله بقرار من حسن مصطفى من الاتحاد الدولي كره اليد ومحدش خد باله هو يجرؤ انفانتينو وعز الرئيس الاتحاد خلينا اكمل يا صبحي الفقاعه الطبيه يجرو انفانتينو ان, ر... ان يحل الاتحاد كره القدم الانجليزي يجرو ان يحل الاتحاد كره القدم الالماني عاوز اقول حاجه مهمه جدا ماشي رئيس اتحاد كره القدم الالماني السابق حصل على ساعه هديه من صديق اوكراني ليه؟ من اوكرانيا ليه ماشي الامفنتينو ما تدخلش بلاش موضوع الساعات ده هو خد انا اعتقد انت بتضايق مرتش... ليه موضوع الساعات صبحي يا اخي ما هو... انا مش لاب. <applause> لابس ساعه اهي لا مش لابس لا لابس ساعه مضايق هل امفنتينو قال لك الراجل ده خد رشوه هحل الاتحاد الالماني لا يجرؤ بس حسن أقولها. مصطفى يتحسب رئيس الاتحاد خلاص دي هقول لك تاني مم. الاتحاد الاتحاد كره اليد في كينيا وبما فيهم رئيس اللجنه الاولمبيه كان في بيبيعوا منشطات ليه حصل مصطفى ما حلش اتحاد اليد اللي في كنيا ما خدش باله ما خدش باله. باله خد باله من من استاد القاهره خد باله من من عند الصاله المغطاه ان اتحاد كل اليد لازم يتحل أفتح انا شايف نوع من, من العبث ما ينفعش عبد الشافي صادم معايا وما يفتحش هذا الملف المضجج الساخن جدا اللي هيشغل الساحه الرياضيه الفتره الجايه وجابين نادي الزمالك قول ملف الانتخابات القادمه في الزمالك والله مش بينا لها ملامح لغايه دلوقتي خلينا اقول لك لا بس بدات الدعايه الانتخابيه بشكل مباشر او غير مباشر يظهر لها ناس بتتواجد في النادي يعني احنا شفنا الزمالك لما خد دوري اليد كان موجود فيه مجموعه من اللي تقريبا بيفكروا يرشحوا نفسهم ومنهم حازم امام اللي النهارده صرح وقال ان لو خط انتخابات الزمالك هنزل على منصب الرئيس اه قال كده مش كده اه عندك اعلن برضو الدكتور مدحت العدل انه داخل انتخابات نادي الزمالك بالزبط. على منصب الـ الـ الرئيس احمد سليمان يمكن فعزى قابلناه أ... انا وانت اه كان بيسلم علينا فقال انا نازل انت قلت انت ازاي انت مش رايح اتحاد كرة مش قالوا لك لا لا, قال لا, لا. لا. قال لا مش رايح قال لي لا مش رايح اتحاد كوره وهرجع الزمالك عندنا كده ثالث جبهه بس في حاجه في حاجه مهمه لحد النهارده كل حد بيفكر يترشح للرئاسه ما بيفكرش يعلن كله منتظر موقف المستشار مرتضى منصور هل هو جوه عشان يبعد ولا المستشار مرتضى بره عشان يعلن م... انا بقول اللي عايز يخدم نادي الزمالك وعنده اتجاه يعلن فورا سواء دخل مرتضى منصور او ما دخلش مرتضى منصور الاستاذ مدحت العد اعلى لا ده قال لك في حاله كمان آه، في كم حاله نزول مرتضى من... منصور انا بنسحب واعلى من فتره طويله حلو حلو اعلى من فتره حلو. طويله لكن برضه موقفه قال لك في النهايه ايه بقائي في الترشح مرهون بموقف المستشار مرتضى منصور وانا بقول طبعا ويمكن انت تتفق وعلى معا... فكره كمان يعني انا سمعته حتى في الحلقه بتاعته في احد الفضائيات واتكلم واتقال له طب لو المستشار مرتضى منصور رشح نفسه قال لهم انا مش هرشح نفسي وهبقى داعم من مرتضى منصور قال له طب انت موافق عن كل اللي كان يعمله المستشار مرتضى منصور قال لهم مستشار مرتضى منصور عمل نهضه في نادي الزمالك عمل نادي عالمي عمل فرقه نفس تقاضت بطولات ما حسسناش ان نادي الزمالك كان نادي قليل وهو مع حق لما قال لك ان مرتضى منصور لكن انا متحفظ على الجانب الاخر في ال ال الكلام مم. وده يحسب برضه للاستاذ مدحت العدل لانه في حاجات كتير انت مش بتاخد بالك منها يعني انا شخصيا اعتقدت المستشار مرتضى منصور لما كان الزمالك في الاول خالص كل ما يتغلب يقول لك جامايكا فقلت له انت بتدي ترخيص للاعيبه انه يتغلبوا باسم جامايكا يعني فالمساله هو كان بيعرف دي وكان بيعرف يلم مش دي اللي هنقف نتكلم انا مش دي اللي بتكلم عنها مرتضى منصور كان لا خلاف عليه يعني اقصد عاوز اقول حاجه كان بيدير بشكل اكتر من اقول حاجه يا مرتضى لو بدي. دخل مرتضى منصور مر... انتخابات صبح كله يتراجع هينجح طبعا لانه على فكره حتى الفتره فيها. الست شهور الاخيره اللي تعرض للزمالك من, انتك... من انتهاكات آه رفعت من اسهم حتى مرتضى منصور وبر احنا مش عارفين هو داخل ولا بس أنا لو دخل أعلم. اتفق معاك انه هيكون لو خاض الانتخابات هينجح جدا اكيد هينجح طب ده ياخدنا للسجل اللي شغال الفتره دي بين بين امير مرتضى منصور وكان مشرف على الكره في نادي الزمالك وبين مين بقى؟ مين؟ عمرو الجناين على السوشيال ميديا في حاله من الاحتقان بينهم غير عاديه طلع عمرو الجنايني كمان واحد من الناس عمل تسريبات تذكرهم مش تسريبات هو طالع برضه بيلمع في نفسه او بيحاول يقدم نفسه بشكل مختلف لجماهير نادي الزمالك اللي مش قادره تنسى انه اذى الزمالك كتير جدا لما كان رئيس اللجنه هل تفتكر و... نمسكهم واحد واحد تفتكر ان عمرو الجنايني ممكن يكون له حظوظ في الزمالك آه بص آه انا هكلمك بصفتي موجود في النادي طبعا آه كصحفي وموجود كعضو يعني الخريطة في داخل نادي الزمالك خريطة مختلفة بس أنا مش عايزك تروح بيها بخرايط أنا هاخدهم لك واحد واحد وهتجاوبني ما أنا هجاوبك اهو أيوة التركيبة الانتخابية <applause> داخل نادي الزمالك اختلف. مختلفة طبعا اللي كان يقول لك أصل قطاع حمام السباحة مع فلان لا خلاص وبتاعة الكروكيه مع فلان ما فيش لا كروكيه لا لا ولا حمام لا سباحة لا لا. نادي الزمالك بيثبت للتاريخ وبيسجل في تاريخه إن أكبر جمعية عمية حريصة على حضور الانتخابات طبعا حد في حد عنده شك في كده؟ لا وكمان دخول 30 40 غير ألف عضو, عضو زياده في اخر سنتين ثلاثه على عضويات النادي ألف غيرت ال اه طبعا غيرت الارضيه زي انت بتقول جغرافيا المره دي مختلفه محدش حدش يقدر يقود الجماعه عمان الزمالك طب برضو نرجع لحظوظ الجنايني اللي هفكر هيبقى صعب عليه مش كده صعب انا مش على فكره انا احترم الجنايني واحترم انه راجل يعني مسؤول وراجل بنكير ما ما مشهود ليه بالنجاح بس في بس تجربته في اتحاد الكوره اضعفت حظوظه في الزمالك لان اضعفت حظوظه في نادي الزمالك لان هو تحامل على الزمالك حازم امام حازم امام محبوب خلينا نتفق حازم امام معانا كلام امير مرتضى هو اللي بيقول لعمرو الجنايني انت اكتر واحد اذيت الزمالك دي حقيقه لنا اي رغبه حقيقة. وانت طالع بتقول ان انا حققت للزمالك وديته لكن هو فعلا انا, إيه أنا إيه بتفق مع امير هو ما عملش حاجه للزمالك غير انه خسر إيه منه إيه إيه نقاط إيه, إيه, ايه ده إيه ورفض إيه ده إيه ورفض إيه وقفل في طبعا بهدل نادي الزمالك فتره طويله جدا <applause> حتى كان في وجود مرتضى منصور كمان يعني المساله ودخل مش بعد مرتضى منصور بلاش دي هو الاستاذ عمرو الجنايني مش مضى على بيان اللجنه الاولمبيه بان الزمالك ما يلعبش على ارضه؟ بالظبط. لا مش هو ده الاستاذ عمرو الجنايني؟ ايوه على فكره الاستاذ الكابتن الدكتور الباشمهندس هشام رئيس اتحاد كره اليد كان اول واحد ماضي على ان الزمالك ما يلعبش على ملاعبه في كره اليد. م. وبعدين ده الكابتن المهندس هشام نصر اتلسع من نفس الزبادي من نفس الشوربه <applause> <applause> من نفس الشوربه وكانت بتغلي المره دي م. وقف وبره الاتحاد اللي هي مين الدكتور حسن مصطفى م. يعني كل اللي كان يحصل كان المهندس تنظيم مهندس تنظيم ازاء الزمالك هو الدكتور حسن مصطفى نرجع تاني لحازم امام حازم امام ما هل ترى انه عنده حظوظ كبيره لو دخل حازم ومش موجود آه لو دخل او مش موجود مرتضى منصور يبقى حظوظه عاليه ولو موجود مرتضى منصور هيبقى صعبه اعتقد صعب على مين على حازم بس لا ما انا هرد برضه وممكن كمان ساعتها حازم امام هيفكر ما انا عشان كده بقول لك كله منتظر يشوف موقف مرتضى منصور داخل ولا لا حازم امام من بدليل ان محدش اعلم بشكل رسمي رمز من رموز طبعًا. الزمالك محبوب جوه الزمالك وبره الزمالك محبوب عند الناس ليه شعبيه يعني ما تنساش وانا بحبه على فكره وصديق وانا بحبه عمر بس مش مدافع شرس في قضايا نادي الزمالك عاوز اقول لك حاجه حازم كيوت حازم جميل مش كيوت بس شخصية عنده رصيد وجهه لنادي الزمالك اه طبعا لكن اداريا مش عارف انا انا شايف ما احنا ما جربناهوش اداريا لا جربته في النادي اكتر من مره عضو مجلس اداره وجربناه في كره القدم يعني. والزمالك كان بيطرقع وهو موجود جوه سؤال لا. بص انا مش ضد حازم عشان ما تاخديش في حته آه آه لا بس كان تحت السن انا مش ضد انا بحب حازم جدا لكن القناعه عندي مش كامله بانه يقدر يدير منظومه مؤسسة رياضيه كبيره جدا بتتحارب بالطوب ما نزل فرصه ليه يا صبحي؟ أه انا طبعا الجماعة العمالية تقول مش انا, أنا <applause> ماشي الحاجه س... الثانيه هنرد عليك بس الفرصه اللي جا فيها الوقت اللي جه فيه عضو مجلس اداره كان في الايام السوده ورئيس النادي الاستاذ ممدوح عباس خالد عبد العزيز برضه من الناس اللي بتفكر قال لو دخل عنده ارضيه ارضيه اصل انت بتتكلم على اصوات بتتكلم على جمعية عمية بالظبط الجمعية العمية أنا أسماء وأنت تجاوبني على الجمعية عمية الزمالك لا يستطيع أحد أن يوجهها قرارها من رأسها جمعية عمية قوية جدا ناس أفاضل مثقفين عارفين مصلحة ناديهم إيه عندهم قدرة على الاختيار وعندهم إرادة الاختيار محدش يقدر يضحك عليهم بكلمتين او ان انا امشي يعني اوزع الهاتف دماغك ابوسها دي برضه عايز اقول خليني انا الـ 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 مصر اقول اسماء لاني هتكلم كمان عن احمد سليمان وهيبقى عندي انا رد طب انا هرد بس صدق الاول المهندس خالد عبد العزيز وهو الوزير السابق وراجل محترم وله تقديره المهندس خالد عبد العزيز قبل يدخل نادي الزمالك كان قال ان الدنيا حلوه وجميله اهو لما يكسب النادي الاهلي ويشوف التقارير الامنيه الناس بتنام كويس ماشي والناس بتنام كويس دي مش حاسينها له في الزمالك طبعا لا يمكن ينساها دي واحدة الحاجة التانية أنا بسأله هو حضرتك كم مرة دخلت نادي الزمالك كم مرة حضرتك قابلت أعضاء نادي الزمالك أعضاء الزمالك قامات أعضاء الزمالك ناس محترمين جدا وقرين جدا مثقفين جدا عاليين جدا محدش يقدر يعني إيه يحصل على تأيدهم بسهولة لأن هم عندهم مصلحة ناديهم أهم أحمد سليمان أحمد سليمان بيعتمد على, على رصيده القديم احمد سليمان وعمل جيم حلو في الانتخابات الاخيره اه ماشي. يعتمد على رصيده القديم لكن احمد سليمان عنده مشكله اللي هو الفتره اللي قعد فيها دخل فيها حرب مم. والفتره اللي اللي اتكلم فيها على نادي الزمالك في الوقت اللي كان فيه الزمالك محتاج دعم كل الناس فالناس واخده على خطره منه سواء اعضاء او, جمع أو بس أمري. انا بقول احمد سليمان واحد برضو من, من الزملكاويه اللي احنا <applause> يعني ليهم معركه وكانت معركه قويه انا عايز بقول حاجه تعقيبا على كلامك كل كلامك محترم جدا وانا متفق معاك عليه لكن انا كصبحة عبد السلام لسه ما شفتش رئيس النادي اللي جاي، لو استبعدنا مرتضى منصور مش موجود في المشهد، انا مش شايف من رئيس الزمالك اللي جاي لحد دلوقتي، ما حطيتش ايدي على حد اقول لك هو ده، دي نمره واحد، نمره اتنين في حاجه مهمه جدا حديث دار عليها في الفتره الاخيره، ان رؤوس الاموال هيكون لها دور مهم في تحديد رئيس الزمالك القادم. فانا عايز اقول النادي الزمالك جماهيره بجمعيته العموميه، الراجل المرشح اللي يخش علشان يشتري صوت لا يستحق انه يكون موجود في مجلس الزمالك العضو وان كنت اشك انه موجود اللي بيع صوته لا يستحق انه يكون عضو جمعيه مجلس الزمالك. أرد عليك بس. ما, انا بقول وهسيبك وهسيب آه، لك الكلام. على حكايه نادي الزمالك مؤسسه لا الاثنين ما انا بقول لك اعضاء الزمالك كلهم محترمين آه. لكن انا بقول لو في حد روضته نفسه انه يمشي ورا حد علشان فلوس او علشان هدايا يبقى احنا بناخد الزمالك بنحطه في ده. اتفضل يا ارد عليك من خلال وجودي انا عضو في نادي الزمالك بقى 25 سنه. وانا والله معاك. ماشي؟ <applause> أه. انا اعرف اعضاء نادي الزمالك ما حدش يقدر يشتريهم. ولو قرر واختار والله لو دفعت له كنوز الدنيا بس وانا بتفق معاك انا قلت كده لأنه هو راجل شريف بقول لك ده النادي الوحيد اللي بيعمل ارقام قياسيه في جمعيات العموميه يا راجل ده في جمعيه عموميه عاديه حضرها 30000 اعلى جمعيه عموميه في تاريخ مصر بعد انتخابات الرئاسه ومجلس النواب على فكره 36000 ما حد ما حدش اخير اه وبعدين جمعيه عموميه عاديه بايه بتعتمد الميزانيه والحساب الختامي هل محتاجه انك انت تحرك الناس من بيوتها عشان تروح تدي صوتها في الجمعيه العموميه؟ راح ألف جمعيه عمية عاديه فدايما الزمالك جمعية العمية بتدي دروس في الديمقراطية بتدي دروس في الاهتمام بناديهم بتدي دروس انه محدش يشتريها ما ف... محدش يقدر يشتريها بالظبط ده اللي لازم اقوله انا اتمنى ان يكون ده الدور اللي بتلعبه طبعا جمعية العمية واي زمالك واحد زمالك هيفكر يستخدم المال هقول له حضرتك مش هتقدر تقول له ده انت هنشاور عليه لا ومش هيقدر يدخل هم من اعضاء نفسهم هيلفظوه للاسف للاسف الشديد في بعض الانديه المال بيجيب نتيجه مش هصل الانديه بعينها الا الزمالك مش ه... وانديه كبيره الا الزمالك رؤساء وقوايم بالفلوس لكن في نادي الزمالك التجربه مختلفه لا. لذلك بقول للراجل اللي بدا يحط ايده في جيبه ويطلع فلوس لا انسى عندك جماعه عمية واعيه جدا والناس بتختار مجلسها اللي هينقذ الزمالك من فتره العجاف اللي هو عايش فيها منذ تجميد المجلس الحالي هقولك وقع اتفضل أنا بغطي نادي الزمالك من سنة 90، يعني بقى لي 31 سنة بغطي نادي الزمالك، أخبار نادي الزمالك. سبحان الله، ما إنك عندك 35 سنة، كنت من اللي سنة قال سنة لك؟ فاللي <applause> <applause> أنا عاوز أقوله، مرة كان المستشار جلال إبراهيم راح دخل الانتخابات ونجح. م. فقلت له صرفت كام على دعايتك الانتخابية؟ م. عارف قال لي إيه؟ 400 جنيه. كتير يا أخي. قلت له ليه؟ <applause> قال لي ربع من جنيه تجيب لهم شهوه شاي وقهوه وحد واحمد جلال لحد دلوقتي بيصرف 800 جنيه في الانتخابات فده بوريك ان ما حدش يقدر يشتري ذمم وضمائر الناس المحترمه في الزمالك طبعا وده اللي احنا بنعول عليه ولا جماهير الزمالك على فكره حد يقدر يشتريها ولا جماهير الزمالك ولا يقدر يتحول لاي سبب السند الوحيد دلوقتي للزمالك الزمالك ايه؟ جماهيره انا احييكم انت تستحقوا كاس احسن جمهور في العالم الناس دي يستحقوا كاس احسن جمهور في العالم. أنت وعلى فكره انت علقت على الامير عبد الله بن مساعد اللي اتكلم على الزمالك، هذا الرجل زملكاوي جدا جدا اللي هو صاحب نادي الشيفلدر الإنجليزي وقال الميزي. كلام برضو يوجع يعني. هو قال كلام يوجع انا مختلف معاه هي مش مختلف بس هو بينبض قلبه لونه ابيض. هو رجل من بعيد أبيض. شايف المشهد قال آه. ان الزمالك مظلوم من زمان في حقوق الرعايه بياخد ثلث او ربع تقريبا الرعايه اللي بياخدها النادي الاهلي فالطبيعي الأهل يجيب ابو تريكا ويجيب بركات ويجيب مدمتع ويجيب والزمالك كان ساعتها يجيب ابو خنجر ويجيب ابو ابو جبل وابو فاهم مع احترام الكل اللعيبه دي فكانت الخامات مختلفه فكان الطبيعي ان الأهل يحتكر الدوري 10 12 سنه لذلك انا والله صوتي تعب 35 بقى صحافه واعلام بقول يا جماعه نفسي قبل ما اموت اشوف عداله في ملاعب كره القدم هو ما فيش عداله عشان فيش لوائح في لوايح كره القدم ما فيش لوائح عداله في لجان <applause> اتحاد كره القدم طيب خلينا بقى نرجع لحته صغنونه جدا وهي دوري الشباب 2006 اللي او 99 مواليد 99 عندنا كان 2006 الاسبوع الماضي فاز على الاهلي 5-1 5 واحد. طيب معانا على التليفون النجم والهداف حسام اسامه مدرب هذا الفريق يا حس حس ده جميل ده صحيح ازي حضرتك يا حبيبي ازيك يا كابتن حسام الحمد لله كصاحك طيب ورمضان كريم عليك وعلى الضيوف الكرام طبعا الله اكبر عليك. طيب يا حس اولا مبروك الخماسيه الجميله دي ربنا يخليك والله حاجة بنفتخر بيها طبعا كقطاع ناشئين و... والقطاع السنة والله الصبح يعني على اعلى مستوى السنه صراحه اه شهاده حق يعني وكابتن طارق يحيى وكابتن بدري حامد وكانوا كابتن جمال عبد الحميد وقبليهم كابتن ايمن عبد العزيز طبعا مش قادرين ننسى الدور اللي كان قايم بيه والله كله على قدم وساق و وحاجه احنا فخورين بيها طبعا فريق 2006 يكسب طبعا النادي الاهلي خمسه على ملعبنا طبعا انتوا كنت كنتوا لابسين تيشرت سان داونز ولا ايه؟ <applause> لا 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 كابتن ده نادي الزمالك ونادي الزمالك كبير جدا يا كابتن طبعا بناشئينه وباولاده طبعا واحنا في 2003 احمد عبد الرؤوف مدير فني وانا وعامر بنساعده وماشيين اول الحمد لله ومعانا الاهلي وامبي وبيراميدز و... ودجله لسه كسبانين امبارح دجله اربعه يعني انت ف... لا ده انتوا انتوا مفتريه بقى اربعات وخمسات في ايه؟ لا والله كابتن <applause> انتوا بتلعبوا نفسكم ولا ايه؟ لا والله احنا الحمد لله فرقه محترمه معانا لعيبه معظمها المفروض يطلع الدرجه الاولى وقريب قوي هيطلع الدرجه الاولى وعندنا 11 لعيب منتخب مصر كابتن مع كابتن محمود جابر قول لي ابرز ثلاث اربع لعيبه عندك كده الناس تحفظها آه من دلوقتي أقول آه اقول لحضرتك عندنا جون احمد نادر السيد طبعا جون محترم جدا ادي جون بالواسطه بس جون عالمي لا 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 جون وامير عبد العزيز ابنه اعتقد هداف جاب هاتريك في المباراه دي لا ده ده في ال في السن اللي هو الاصغر 2006 اه, آه. لكن احنا معانا احمد الفاعس كويس جدا عبده اوماجا معانا ايشو وعبدون وفيومي وعلي ومازن عندنا لعيبه كويسه جدا وفارس ومش عايز انسى حد والله احمد محمود وفيومي معانا وصلاح معانا لعيبه كويسه كلها معظمها منتخب مصر وطارق <applause> معانا معنا... معانا يا حسام الو الخط قطع تقريبا حاول توصل له تاني كنت عايز اساله بس سؤال واحد قبل ما يمشي بس جميل حسام وسامة مدرب واعد جدا لا واول سنه ليه على فكره في قطاع ناشئين الزمالك مع احمد آه عبد بس انا عاوز اضيف بس الكلام اللي قاله الحس بالنسبه للناشئين في الزمالك اللي بيحصل في الزمالك الطفره دي اللي مش شايفها دي طفره اتعملت من فتره شارك فيها ناس كتير ما ننساش دور غنم سلطان ما ننساش دور اللي خطط برضه وقام بالدور ده اسامي الشيني قبل ينتقل للفريق الاول قبل يشتغل مع كارترون ده نتاج عمل اجهزه تعاقبت واشتغلت حسب نظام قدم لنا وجوه جديده مين مش ما يعرفش حسام فيصل ومين ما يعرفش كل النجوم واي واحمد عيد والناس دي اللي لعبت في الدرجه الاولى كان نتاج قطاع الناشئين قطاع الناشئين في الزمالك بيتم اختياره بدقه وماشي بدقه لان اتعمل صح اتاسس صح طيب رغم انه البعض بيحتسبنا يعني خلال نايمه لمرتضى منصور بس خلينا برضه ما دام بالشيء الشيء يذكر عايز اقول لك إن مرتضى منصور هو صاحب هذه الطفره لان في عهده عمل ملاعب للناشئين نادي الزمالك بعد آه ما كان بيلعب لهم 13 ملعب. كان بيلعب في نادي السعوديه اعتقد هذه الملاعب بهذه الروعه هي اللي كانت سبب في اسباب مستواه سبب, سبب طبعًا التشكيل قبل الاختيار طبعًا. رجع لنا تاني حسام اسامه يا حسام معلش يا استاذ اتفضل اتفضل, ايه اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك ان ان عندنا لعيبه كويسه عندنا ماجد هاني ده في نص الملعب وده هيبقى فرجاني الشوط إيه الثاني القطاع السنه دي لعيبه كتير جدا لازم نعتمد عليها الفتره الجايه بدل ما نقعد نشتري لعيبه بملايين يا استاذ صبحي اه طبعا وهم دول الدعامه الحقيقيه الفتره الجايه وده زي موارد طبيعيه للنادي ان يبقى عندك قطاع غني باللعيبه الكويسه جدا اللي احنا نحتاجها وتساعدنا بدل ما نقعد ندور على لعيبه بره الملايين ومحترفين بيكلفوا النادي النادي مبالغ كبيره جدا فانا شايف ان السنه دي القطاع بيقدم لعيبه كبيره جدا وان شاء الله الفتره الجايه بقى هم النوال الحقيقه النادي الزمالك نقدر نعتمد عليهم بشكل اساسي يعني ترتيب فريقك في الدوري ازاي يا كابتن حسام انا فرقتي انا 2003 الاول على الدوري ومعانا الثاني النادي الاهلي ام بي والثالث الاهلي فرق النقاط كبير ولا يعني كافي انكم تحسموا عن الاهلي عن ال عن ال عن ام بي باربعه بونت او ثلاثه بونت وفرقنا عن الاهلي بخمسه بونت اه يعني واضح ان في منافسه قويه وهتستمر لنا قد ايه المباراه آه المتبقيه احنا لنا بالظبط خمس مباريات وعندنا بعد بكره سموحه بره وبعد كده بيراميدز مقاولين اهلي ام بي ربنا معاكم وان شاء الله يعني جهودكم تكلل بالنجاح والتوهج في الاخر ببطوله الدوري اشكرك حسام اسامه وبلغ تحياتنا لاحمد عبد الرؤوف وقول له جود بلاي عاملين شغل كويس جدا جدا آه جدا طبعًا. فرق نشوف الزمالك آه. كلها بص لما توفرت الامكانيات الملاعب اللي فات كمان لما الملاعب لما توفرت يا صبحي بقى الفريق بيريح النادي لابس فنلة النادي بيلعب في نادي بيلعب في نادي انما ان يم الاستاذ ممدوح عباس كانوا بيروحوا الميكروباص كانوا بيروحوا الميكروباص والميكروباص بيتعطل وساعات السباق الميكروباص ياخدهم ويروح يقضي مشوار وما يروحوش الماتش ما كانش فيه امكانيات نادي الزمالك كان خرابه دلوقتي نادي الزمالك فيه ملاعب نادي الزمالك فيه صالتين مغطتين اضيفوا للصالات المغطاه الموجوده نادي الزمالك بقى فيه حق... ما... نادي نظيف يليق باعضاء نادي الزمالك مؤسسة ده, شغل... عالية شغل... ده شغل شغل يعني يعني عايز اقول لك حاجه يحسب لمرتضى منصور ان عمل النادي ده وعمل الملاعب دي ووفر ده لقطاع الناشئين على فكره مش ك... مهتم بكره القدم بس واهتم بكره اليد عقد اعلى صفقات بالنسبه لكره اليد اهتم بالباسكت ده جاب حد امريكي يلعب مع باسكت والطايرة حد فيها حد أمريكا آه. فأنت لا. هتم بكل اللعبات كل اللعبات الجمباز اتعملت له صالة الكاراتيه اتعمل له صالة التنس ملاعب التنس اتعمل على أعلى مستوى فأنت بتكلم على نادي عنده البنية التحتية اللي تطلع اجيال بعد كده ما هي البنيه دي اللي صبرت نادي الزمالك على ظروف اللي بيمر دلوقتي وخليها فرق حتى الجمعية الالعاب الجمعية بتاعته متصدره دورياتها في كل الالعاب بالظبط برغم الضنك وبرغم ان ما فيش فلوس وبرغم الناس انت ما خدتش رواتبها من أربعة وخمس شهور كرة اليد انا على اتصال دايم بحماده عبد الباري صديقي طبعا طبعا وخدنا معارك انا وهو كتيره قوي من سنه اعتقد من 95 آه مع الدكتور حسن مصطفى كان في شويه حاجات ضد نادي الزمالك وكان هو معايا وحاجات كرة اليد ما كانش عجباني آه كان الحاكم بامره اي حد يتمنع من ممارسه نشاط كرة اليد فخد معايا المعارك دي فكنت على اتصال بيه ثلاث شهور ما قبضوش بس الناس دي اللي نفسها في الملعب بيقول لك عشان على الاقل لما اجي اطلب بحقي بقى البطل مش زي بتوع كره القدم انا عايز عشرة مليون وحضرتك مش ما شفتكش في الملعب يعني انا ما شفتش ساسي انا يعني ما شفتش بعض اللعيبه في الملعب اللي هو ماتش القمه يمكن الامور تحسنت اكتر لما لجا على للدكه وعمل بعض التعديلات كارترون في 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 الفريق فالدنيا اتغيرت على الرغم ان فريق الانتاج مش هقارنه بالنادي الاهلي النادي الاهلي ده اللي هو القطب الثاني او القطب اللي في كره القدم فدايما الديربي يبقى هي المنافسه المنافسه حتى في الصفقات مش منافسه في الملعب يعني انت منافسه في الملعب بتلعب براسك براس الاهلي انت لو عندك قدره تجيب وب... صفقات هتنافس ما عندكش هتبقى تحق. ما عندكش هتبقى برضه المركز الثاني انت صاحب المركز الثاني وفي ناس على فكره زمان قوي كانوا مسؤولين في النادي وعاجبهم قوي حكايه المركز الثاني دي في ملف مهم قوي برضه عايز افتحه معاك اتفضل ملف المنتخب الأولمبي فاضل لنا تقريبا حوالي 98 يوم على اولمبياد طوكيو مش كده؟ اه في خناقه جديده على مين الثلاث لعيبه الكبار اللي ينضموا لتشكيل شوقي غريب وعلى فكره ده سؤال حلقتنا النهارده للجماهير اللي هنفتح لهم التليفونات بعد دقائق. آآ آآ بدا الاعلام يلمع في بعض اللاعبين اتفتح باب للمجاملات على مصراعيه اللي عايز يجامل بيطرح اسم لاعب يعني انا انا طبعا ما شك ان محمد صلاح ده اللاعب رقم ده واحد واثنين وثلاث. وثلاثه نمبر 1 يعني طبعا طبعا ده البراند بتاعنا المصري هناك لكن فكره انك تختار اثنين لعيبه هل انت محتاج اثنين لعيبه تلمعهم؟ ولا اتنين لعيبه تكافئهم ولا اتنين لعيبه يشيلوا لك الفريق ويدوا لك زياده اضافه للفريق يعني جوباً. في ناس بتقول قفشه في ناس بتقول احمد حجازي برغم ان احمد حجازي بعيد واذا كنت انت محتاج حد في الدمع من وجهه نظر المط... المتواضع جدا مفيش افضل من الونش نمبر 1 انت عندك مشكله في قلب الدفاع في الفريق الصغير ده فريق بحشاوي غريب اذا كنت محتاج دعم فهو انت مغمض هو ناس قالوا الشناوي وانت مغمض هو ناس قالوا الشناوي انا انا بتكلم الشناوي كحراسه مرمى آه. الناس يقولوا انا بتكلم على سرد الدباكات انت محتاج جدا جدا وجود لعيب زي ده آه انا اسمع برضه ان محمد صلاح رشح لشوي غريب شيكابالا وبعض الناس لما اسم شيكابالا ذكر لا ازاي مش عايزين شيكابالا يا جماعه احنا رايحين نلعب في الدوره الرمضانيه اللي يحدد قيمه اللاعب وحاجه الفريق له هو المدير الفني شوي غريب واللي بقول له من هنا يا كابتن شوقي ابعد عن الضغوط والمجاملات انت رايح تمثل مصر واحنا بقى لنا اكتر من دوره اولمبيه بنطلع من الادوار الاولى وبنعمل نتائج يا عبد الشافي فضايح عندك فرصه ذهبيه انك تشيل الوان الفلنات وتختار بما يرضي الله اللعيبه اللي انت محتاجها في الفريق في البدايه خلينا نتكلم مصر في مجموعات الارجنتين واسبانيا واستراليا موت دي مجموعة مصارعة ايوه دي مصارعة طبعاً. مصارعة الحيتان مصارعة الكبار دي هي الطلقه الاولى ليك عشان تكمل بعد كده. مم. طب منتخب مصر يقدر يعمل حاجه؟ اه يقدر. اسبانيا والارجنتين. أسب... انت عندك الارجنتين واسبانيا واستراليا. و... اه واستراليا كمان فريق قوي. فريق قوي جدا. طيب انت تقدر تواجه الناس دي؟ تقدر. انت متف... انا متفائل؟ اه متفائل. طب. بس بايه؟ بنفس المنتخب واضيف عليه إضافات اللي انا هحتاجها. واحد نفس المنتخب اللي حصل على كاس الامم الافريقيه 23 تحت 23 سنه في استاد القاهره ودون هزيمه واللي تحملوا المسؤوليه كامله ماشي واللي حصل فيها محمد صبحي حارس الزمالك على لقب افضل حارس في افريقيا آه. لو انت فاكر محمد الهداف ومصطفى محمد الهداف آه. يعني انت عندك احسن حارس وأحسن وعندك مهاجم. الهداف واحسن مهاجم ما حدش ما لعبش في المنطقه تدل م... بالظبط ومحمد صبحي متالق جدا مع الاتحاد السكندري لا والدفاع اللي كان قدامه كان الدفاع متالق انت بتكلم تقول لي اصلا اخد الونش الدفاع اللي كان موجود انا يعني يمكن لا, لا بس مش عيب انت هتدعم زي كل فرق العالم انت ليك ثلاث لعيبه اه طبعا نمبر 1 هتاخده محمد صلاح طبعا محدش يطلع يتكلم يقول لي لا محمد صلاح طبعا طيب مح... آه 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 مصطفى محمد انت راس حربه المنتخب طبعا وهداف المنتخب طب ممكن انا ادعم براس حربه ثانيه يبقى في واحد ثاني يع... على اساس ان محمد صلاح ده نص ملعب اه كوكا يا اخي واخد الدوري اللي مع الدوري اليوناني مع دي بس كوكا اداؤه مع المنتخبات غير مقنع يا عبد السلام لحد دلوقتي مقنع ولا مش مقنع انا هختار صارع على ميداليه صعب صارع بكوكا يعني اصل كره القدم يعني. يا صبحي وجهات نظر لكن الكابتن شوقي غريب بدا القصيده بالكفر ازاي بس اول معسكر عمله المنتخب الاولمبي ضم خمس حراس مرمى هو حضرتك ليه خمس حراس مرمى مش كان بيجامل واحد ولا اتنين بيجامل واحد بس واحد بس ماشي ومش هيروح معاه مع مع <applause> على فكره ومش هياخده وعلى فكره خلينا اقول اسمه مصطفى شوبير انت يا كابتن شوقي غريب احرجت الكابتن احمد شوبير في انك انت بتضم ابنه للمنتخب عشان تحرجه هو يعني تقصد لانك انت مش هتاخده انت تقول ان مصطفى لا يستحق انه يكون موجود مع المنتخب الاولمبي مش لي. لا في حارس اساس ده بقاله اربع سنين معلش بيلعب ما دخلش فيه هدف واحد انه ما بيشاركش <applause> <applause> يا صبحي خلينا نتكلم ف... لسه انا بقول اهو مجاملات مرفوض م... مرفوض انت عادت... لا لعيب محلي ولا لعيب دولي ولا انت لعيب عندك الحق في في ثلاث حراس اساسيين صبحي محمد صبحي وفي اثنين ثانيين والثلاثه دول هيبقى موجودين معاك اوكي انت بتأيد 23 لاعب انت تبعت قيمتك لطوكيو بتقول لهم ادي ال 23 لاعب وادي الثلاثه الكبار اللي انا هاخدهم هو حضرتك ليه ما ضمش النني انا ليه اجتهد عشان ادخل حد مجرد رقم يروح الاولمبيات انه راح يريح اليابان هناك انا م. رحت اليابان على فكره م. ليه اروح اليابان انت دور على مصلحه منتخب مصر اولا منتخب مصر المره دي مش رايح تمثيل مشرف لا واحنا محدش يقول لي تمثيل مشرف تمثيل مشرف يبقى هنعلق المشان الكابتن شوقي غريب يبقى ما نروحش ما نروحش انت عندك احسن جيل يضم عناصر على مستوى عالي مصطفى محمد كسر الدوري التركي مصطفى محمد على فكرة هو رجع النهاردة بعد غياب أربع مباريات بالكورونا عشان عنده كورونا رجع النهاردة في, في الدقيقة 66 شارك جاب جول في الدقيقة 71 هو ده مصطفى محمد آه. هو الحارس المرمى محمد صبح ما مكسر الدنيا في الدوري وفي البعض كان بيحاول التقليل كمان من قدرات مصطفى محمد ودعم كلامه ده, ده واحد وطلع اعتذر كابتن حسام البدري كمان لما جابه في المباراه الاخيره وما اشركوش خالص آه. برضو برضه انا شايف انها كانت لوغاريتم غريب جدا لان الكابتن حسام البدري يعني عليهم في النهايه الاداري بتاعك اخطا في مساله استخراج اوراقه وهو مسافر عشان موضوع التجنيد واجل سفر الولد بره بس ف... سافر اي بعد قد ايه بعد ما قعد في المطار قد ايه يمكن عشان الكابتن حسام البدري عنده وجهه نظر لما قالها أن مصطفى محمد يحتاج كتير قوي عشان ينضج ويصلح، أنا بقول له هو مكسر الدنيا في الدوري التركي، والكابتن حسام بدري هنتوقف عنده على فكرة حاجات كتيرة قوي لو أنت عاوز تتكلم عنه، م. لكن المنتخب الأولمبي لا يحتاج إلى مجاملات. عايز ولو فكر عبد الشافي صدقي بيرشح مين؟ أنا أنا, رشحت انت ترشح أنا عندي محمد صلاح ايوه النني أه يعني ما أه هو لازم يبقى في ثلاث خطوط ليه مش شيكابالا؟ ليه مش الونش زي ما قلت؟ الونش ممكن يكون موجود ليه لا؟ على اعتبار انك انت يعني. لما هتاخد الثلاثه هتدعم ثلاث خطوط طبعا يعني صلاح في وسط الملعب او في الهجوم والنني في نص الملعب والونش في انت الدفاع. كده بتستبعد محمد الشناوي هتتضرب علقه النهارده؟ لازم استبعد محمد الشناوي انا عندي حارس كفر عندي محمد صبح لا يقل عن الشناوي طبعا في لاعب وبعدين ده بيتكلم على لاعب على لاعب عنده 21 سنه في اعلام بيحاول يفرض اسماء وزي ما قلت لك بيدخلوا فيها مجاملات وحاجات كده شغاله غريبه دخلنا يعني في كاننا احنا من بلد ثانيه يعني مش المفروض ان احنا كما. نتكلم ولا المفروض يبقى عندنا ترشيحاتنا لا, لا المفروض اللي يتقال هناك امين لا طبعا انا ضد ضد الكلام ده آه شايف في الدوري المصري النهارده بعد انتصار الاهلي وبعد فوز الزمالك بعد كبوه القمه المنافسه هتمشي ازاي والله بعد ما تعثر الاهلي قدام سموحه رجعت الامور كما هي م. يعني المفترض ان فوز الاهلي على الزمالك آه في القمه ده اعطى يعني درجه افضل للاهلي لكن لما الاهلي لما تعصر قدام سموحه وقدر يعمل نتيجه طيبه الامور عادت كما هي فالمنافسه هتبقى منافسه مش سهله اللي ما تنساش ان الاهلي ليه مباراه مؤجله اه الزمالك وصل لنقطة 36 الاهلي اعتقد وصل لنقطة 33 النهارده ده. تقريبا النهارده فالمنافسه هتبقى على ما لو كسبوا المؤجلات اه هيتعدلوا اه هيتعدلوا في عدد آه. النقاط فده معناه ان المنافسه قويه جدا المنافسه مش سهله بس لا الاهلي بقى اعتقد الاهلي بقى أزي يعدي الزمالك بثلاث نقط لو كسبوا الاثنين ماتشاتهم المجال ما هو الزمالك دلوقتي 36 امم او هو دلوقتي الاهلي 33 لو كده هيبقى 39 اه هيبقى 39 فانت دايما هتبقى موجود في المنافسه والاهلي اذا كان الزمالك إذا كان, اذا كان اذا اراد التواجد على القمه عليه ان يفوز في مباراه القمه القادمه ما فيش ما حدش يجي يقول لي اصل الزمالك مكتمل الصفوف والاهلي ناقص حضرتك اللي ال 11 لاعب اللي هنختارهم لازم يلعبوا ويبقوا <applause> رجاله في الملعب تعال ناخد فاصل صغير جدا ونرجع تاني مع الفقره المحببه لينا والناس كلها عايزه تكلمك مع فقره الجماهير فاصل صغير اعزائي المشاهدين ونرجع لكم تاني نكمل مع الاستاذ عبد الشافي صادق اهلا بحضراتكم مره ثانيه رجعنا لكم معانا اخويا وصديقي وحبيبي عبد الشافي صادق اللي مولعها النهارده له منور يا عبد الشافي المره الثلاثه ردود الافعال بالنسبه للحلقه حاجه يعني ده عشانك انت بس مولع لا لا. الدنيا عشان انا انت طيب وغلبان على فكره طيب احنا دلوقتي بنبدا فقره سؤال الجماهير وسؤالنا لحضراتكم هنفتح لكم طبعا الهواء زي ما اتعودتوا انك تقول لي ترشح لي ثلاث لاعبين من الكبار يلعبوا مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ان شاء الله لحد ما تيجي الاتصالات انا كنت قلت حاجه في الانترو قلت ان كرتون بيرحب بعوده باسم مرسي، انت شايف العوده دي ازاي لو حصلت؟ لا بس انا عاوز ارد عليه اتفضل باسم مرسي مشي من الزمالك بيع مش اعاره ولو هو بيتكلم يبيع يعني انا برد عليك آه. بس هو مش عوده ان هو انت هتروح ترجعه اعاده لا اعاده هتروح تشتريه اه طبعا هتروح تشتريه شراء والولد مستعد تنزل على من الخطايا مستحقار. اللي ارتكبها ارتكبتها اداره الزمالك والجهاز الفني ولجنه الكوره ان باسم مرسي ما رجعش دي من الخطايا حاجات هو, كتير. هو الوحيد هو صديقنا العزيز اللي رفض عودته في التوقيت ده وكان فري تقريبا كان اشرف قاسم لما كان ماسك رئيس جهاز هو عشان كده اشرف قاسم حصلت مشاكل في الفريق اه اه كان لما كان آه هو يعني ما اعرفش هو موجودين. بس مرسي كان فري وكان جاي من غ... يعني مش وانت هاي ما هاي ما كلفت. عندكش حد وعندك, وعندك عندكش مصطفى حد. محمد ماشي وعندك غامرت ورحت جبت مروان حمدي كل الاحترام والتقدير له وجبت الجزيري الجزير يعني. كل الاحترام لكن انت كان الولد ده كان موجود زمالك وجاي هياكل النجيل هو كسر الدنيا دلوقتي اه حتى آه ما احنا عارفين انه طبيعي بس مرسي لو في مستواه وفي المود بتاعه ويعقل يبقى احسن من هو كان في مصر. نفسه يرتدي نا... يرجع تاني الزمالك لكن كابتن اشرف قاسم قال لك لا ما يرجعش آه. وده من الخطايا اللي حصلت الفتره اللي فاتت مش مش مش, مش بس مرسي وبس وسيسي ومصطفى فتحي وعمر السعيد اللي هداف الجونه دلوقتي قال لا انت عندك ناس من بره مكسره الدنيا انت متابع النهارده كان في ماتش بين الاتحاد وبيراميدز وحصل كده خناقه شوارع او خناقه مشاده قويه جدا بين رمضان صبحي وحسام حسن بعد المباراه لا انا ما شاهدتهاش عشان لا يعني أتنصر. اختلفوا بشكل كبير جدا انا شايفها كانت يعني اساءه لشكل الدوري المصري واتمنى يجي الوقت ما يبقاش عندنا الخلافات جوه الملعب يعني يبقى عندنا فعلا خلافات اللي بره الملعب يعني خلينا يبقى عندنا روح رياضيه احنا محتاجين الروح الرياضيه طيب معانا اول اتصال من الاخ جمال الحلواني فيصل اهلا بيك يا استاذ جمال اهلا يا استاذ صبحي ازيك حضرتك يا فندم اهلا بيك اهلا بيك يا حبيبي الله يخليك أهلا وحضرتك طيب ربنا يخليك منتصر بخير وبسلامه تسلم ربنا يكرمك قول لي النهارده رمضان كريم من اليوم ال11 بتصوم ولا لا لا <applause> طب طالما بتصوم قول لي ثلاث لعيبه ترشحهم من الكبار يلعبوا مع شوي غريب في الاولمبياد صبح بص يا باشا احنا مش هنقول كتير ولا هنكثر في الكلام هو محمد صلاح الشناوي رمضان صبحي فقط لا غير جميل ده اختيارات برضو من وجهه نظرك مقبوله طب اسمح لي اسالك سؤال تاني اتفضل يا باشا انت اهلاوي ولا زملكاوي اهلاوي تصبح على خير يا جماعه لا طبعا رايه حق طبعا حق طبعا حق فوق راسنا انا حق بس حق بقول علشان الاختيارات لفتت نظري لا لا الوقت لو جه واحد زملكاوي هيقول <applause> لك الونش والشيكابالا ومش عارف فاهم الاختيارات بتحكمها الانتماءات في النهايه برضه وكل واحد انتمائه هو حر طيب انا عايز اقول لك بس يا كابتن جمال انه يا استاذ جمال ان رمضان صبح كده كده مع المنتخب الاولمبي هو رمضان موجود زي أصلاً. زي مصطفى محمد <applause> هو اصلا زي احمد ياسر أنا هو موجود فانت كده اخترت اثنين وقلشت واحد آه. شوف لي واحد من الاهلي غيره هو قطع مع الخط فانا عايز ابص الاختيار يعني عشان الانتماء بيحكم هو ناس رمضان موجود في تشكيله المنتخب عنصر من عناصر المنتخب عنصر من عناصر المنتخب وعنصر مهمة اعتقد يعني لا لا موهبه طبعا لا احد يختلف على رمضان صبحي موهبه كبيره في كره القدم المصريه انت مع الـ مع الـ 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 الانتقادات الحاده جدا اللي اتعرض لها بعد انتقاله من الاهلي لبيراميدز لا انا مش معاها طبعا مش ده معناه ان احنا ناس لا احنا بلتكلم. في زمن الاحتراف عاوز اقول لك أيوة. حاجه اولا رمضان صبحي راح النادي بيراميدز مقابل 200 مليون جنيه هل النادي الاهلي كان هيوفر له 200 مليون جنيه ده مستقبله 290 عشان الرقم مش بالنسبه لي انا اعتقد 3 سنين في 30 مليون 5 سنوات في 40 مليون, مليون. خمسة في أربعين مليون لو ثلاثة بس في 30 مليون لا خمس سنوات يا ريت الإعداد دي تأكد لي أنا ماشي الإعداد خلاص آه. بس أنا عارف إن 40 مليون الحاجة الثانية هو حضرتك اللاعب هياخد هيقضي وقته انتماء طب وأسرته امم آه هو كريستيانو رونالدو مش ساب ريال مدريد أنا بتكلم قلت لهم في القعدة الأولانية اللي قعدها رمضان صبحي وهو رايح يمضي البيراميدز ولد عنده 19 سنه ماشي في جيبه 60 مليون يا ماشي في جيبه 60 مليون <applause> تقول لي بقى أهلي ايه ومحل ايه ويروح ايه وروح آه. لا روح ايه الوقت بعد ما خده ممكن يقول لك ارجع زي ما قال مع رامز جلال آه. انا ممكن ارجع الأهل أو الاهلي والاهلي يطلبني من بيراميدز ما طلعوا قطعوه على حكايه ارجع دي اه لا طبعا مساله صعبه جدا طيب ارجع تاني للدوري بعيد عن الاهلي والزمالك انا شايف في كوره حلوه في فرقة صغيره اه بتعب كرة جدا حاجة. جدا آه. يعني انا انا مدمن فرق اللي هي مش الصغيره طبعا عفوا كل الفرق عندنا كبيره لكن فرق الوسط والمؤخره بيعجبني ادائه يعني أك... انا اداء سيراميكا عاجبني البنك الاهلي عاجبني آه المحله تحسن وبقى كويس لكن في فرق انا زعلان عليها زي مين النادي الاسماعيلي مش كما اداءه من بدايه الموسم للاسف الاسماعيلي كان بدايته سيئه جدا ده ما كسبش غير ماتشين آه منهم واحد مع الكابتن ايهاب ماتش مباراه واحده مع, مع الكابتن ايهاب اه اه لا الاسماعيلي مش مكانه ده الاسماعيلي مش مكانه المركز 17 الاسماعيلي مكانه الاربعه الكبار يعني الاسماعيلي ترتيبه بعد الزمالك والاهلي والاسماعيلي طب نشوف راي عمرو العبيد معانا صديق البرنامج اهلا, أهلاً, 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 بيه. بيه. أهلاً, أهلاً بيه. يا استاذ عمرو اهلا بحضرتك في الصبح اهلا بك يا فندم اهلا بك الله يخليك انت متابعنا يا عمرو ها مع حضرتك يا فندم مع حضرتك طيب عارف سؤال الحلقه طبعا اه عارف سؤال الحلقه قول ولو عايز تضيف عليه حاجه بسرعه لا, لا انا بس حابب اشكر الحوار الجميل اللي ما بينك وما بين استاذ عبد الشافي صادق الله يخليك تسلم فيما يخص موضوع انتخابات نادي الزمالك واراكم اللي يتمتع بها جمهور الزمالك سواء اعضاء جمعيه عموميه او جماهير مشجعين ولازم رايكم ده يعرفوا الناس ويعرفوا الجماهير لانه هيتوقف عليه مصير نادي صار اربع سنين قادمه صح معك حق معك حق طيب بالنسبة آه لسؤال أما الحلقة أما بالنسبة لسؤال الحلقة فلازم أن أنا أختار ثلاث لعيبة في الأعمدة الرئيسية اللي محتاجها المنتخب الأولمبي ما شك أن جون المنتخب لازم يبقى محمد الشناوي آه أنا شايف أن لازم يبقى موجود الونش ومحمد صلاح برضه اختيارات عقلانية أنت أهلاوي ولا زملكاوي يعني. يا أستاذ عمرو؟ لا أنا الحمد لله زملكاوي مرتضاوي <applause> <applause> يعني اتمتع بكامل القوى العقليه الحمد لله ليلتك بيضة وزي الفل بس على فكره استاذ <applause> محمد عاوز اقول له حاجه اتفضل يا استاذ عمرو اختار أه. الشناوي ما انا عشان كده سالته تعالوا لازم لا يعني بص حتى عنده عنده عقليته مختلفه في في يعني ايه يعني, يعني عنده قناعه م. وعنده حاله من الرضا لا بيبص لمصلحه المنتخب ومصلحه المنتخب اولا المنتخب محتاج بس انا على فكره عاوز اقول حاجه الاهلي المنتخب الاولمبي عنده ثلاث حراس كويسين جدا, جداً. ليس تقليلا من الشناوي، الشناوي جبل عالي سد عالي آآ آآ نمبر 1 في المنتخب الاول بس المنتخب الاولمبي 23 سنه احنا بنطلع حراس هيحلوا محل الشناوي بمناسبه حراس المرمى انا زعلان على محمد عواد اللي طلب يمشي من الزمالك. انا عواد اعرفه شخصيا شخصيه محترمه جدا زملكاوي جدا برغم من جالك من اسماعيل يعني كان بيقعد معانا حتى في سفريات خارجيه بيبقى مستبعد وبيقعد يشوط المدرجات والكراسي لما م. الزمالك كان عنده فرصه ولا عنده. انا عارف قد ايه بيحب الزمالك والله بيتحول لعبد الشافي لمشجع درجه ثالثه وشايف انه انا من وجهه نظر المتواضعه برضه عواد من أكثر الحراس الموهوبين في كره القدم المصريه انا اتفق معاك انه موهوبين بس لعواد لما جه الزمالك جه الزمالك كان هو نمبر أربعة م. هتقول لي مين هم الثلاثه التانيين واحد ابو جبل اثنين جنش ثلاثه محمد صبحي هو رقم اربعه ولازم يتقبل الوضع ده محمد صبح ما حدش يختلف عليه انه هو حارس كبير لا انا اختلف معاك بقى وابو جبل ما حدش يختلف عليه انت جايب عواد حارس دولي لا انا مش مش حارس دولي انت جايبه حارس دولي انت جايبه من السعوديه ما اربعه يعني هو كان <تص> كان يعني الاول جنش اربع تقال كان الاول جنش وكان ابو جبل بعيد ما بيلعبش وطبيعة آه وبطبيعه الحال محمد صبح صبح ما بيلعبش لكن انت دلوقتي تعرضت للضربات كتيره وظروف كتيره كانت بتفرض على المدربين انهم يدوا فرصه يعني هو اعتقد انه انا مع منحه الفرصه على فكره طبعا لازم ياخد فرصه محمد آه عواد انت عارف, عمد عمد لو عارف يعني؟ ليه عواد جه كمان وبقى اربع حراس في في الزمالك عشان الزمالك تعرض لموقف صعب آآ آآ يوم ما كان فريقي طرد و... اه وحد و... لا عمر السعيد عمر السعيد بقى حارس مرمى الزمالك مم. كان اعتقد في المغرب لا بس ده كان علشان الزمالك خلص تغييراته لا ما كانش عنده حراس غير حارس واحد مين يا احمد طيب معانا الاستاذ رفعت معلش اهلا بيك يا استاذ رفعت السلام عليكم يا استاذ صبحي وعليكم السلام اهلا بحضرتك رمضان كريم يا باشا ومنور وضيوفك ربنا يخليك يخليك معانا الاستاذ عبد الشافي صادق ايوه يا باشا الاستاذ عبد الشافي الصادق الحر الجريء بس يبقى انت يخليك كده, كده مش بتتفرج على التلفزيون <applause> <applause> يعني الشاشه مش قدامك لما طلبت طب قول لي بقى والله لاني بره اتفضل يا استاذ صبحي الله يخليك قول اتفضل السؤال حضرتك بالنسبه للثلاث لعيبه طبعا انا طبعا انا ارشح الكابتن محمد صلاح اه ده يعتبر أسطور اسطوره زي ما حضرتك بتقول طبعا وفعلا انا بعتبره نمره واحد آه على مدار العصور طبعا لان الراجل ده راح كاس عالم وراح اولمبيات قبل كده الاسطوره الحقيقيه على ما فكره ما حتى بارقامه وانجازاته هو اسطوره كره القدم المصريه طبعا طبعا م. وحضرتك بتقولها كتير في مقالاتك وفي احاديثك لان التاريخ والفعل والنتائج بياكدوا الكلام دوت طبعا نمره اثنين انا بصراحه في لعيب جند مجهول في مصر وده الناس كلها مش شايفاه رغم ان هو الراجل الزمالك مستواه ثابت مش ثابت منتخب مستواه ثابت مش ثابت, ثابت طارق حامد طارق حامد طلع. طبعا انا بسميه بصراحه أيقونة خط الوسط ولاعب ارتكاز فريد على مستوى العصور ايوه بيفكرني باسماعيل يوسف تيجانا وبتفكرني بفندرات الصح اللي هم ودونجا حسني عبد ربه ودونجا و... اه تامر عبد الحميد طيب عندك كده فاضل لك زلطي وبتطلع بره فاضل لك لاعب طب الثالث طبعا حضرتك وانا يمكن بحب برضو كرشحه وده رغم ان احنا انا راجل زملكاوي وبقول ان احنا الاجوان محتاجين برضو الجوان يكون عنده خبره ورغم ان محمد الشناوي دخل فيه جون سهل الماتش اللي فات تركيبه نوير بس هو فعلا جون انا يعني بعتبره جون مستوى عالي ومستوى ثابت وده يبقى فيه توازن في الاختيارات بصراحه وانت زملكاوي محترم يا استاذ رفعت شرفتنا ربنا خليك يخليك يا استاذ صبحي احنا اتعلمنا منك الكلام دوت ربنا يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك اللي اللي خليك خليك شكرا جزيلا جدا برضه الزملكاوي الثاني على التوالي بيختار محمد الشناوي في اعتدال عند الزملكاوي علمت ان في واحد اهلاوي اختار رمضان صبحي <applause> هو اصلا هو موجود موجود مع المنتخب وقفل قبل ما يقول لنا لعيب ثالث آه. خلي بالك المساله دي هتشغل الناس الفتره اللي جايه والله يعني في بعض الاعلاميين بيلمعوا في انا من وجهه نظري خلي الجهاز الفني يركز في شغله ما احنا بنقول له اختار انت آه. بس اتق الله في اختياراتك انت تختار الاماكن اللي انت محتاجها ما تبقاش زي اختيارات المعسكر الاول اللي انت محتاجها اه طبعا ت... يعني هترجع وتلف وتدور حوالين مصطفى <applause> شوبير ما تاخدش مصطفى شوبير من الاول لانك هتستبعده يا كابتن شوقي طيب خليني اقول لك الصراع الهبوط بقى احنا اتكلمنا عن صراع القمه في فرق كده للاسف نتائجها لحد النهارده ضعيفه طيب معانا الاستاذ حسن هاشم من فلسطين ما اقدرش اتجاوز لا لا نعم. لازم يا معنا. استاذ حسن اهلا بيك حبيبي حبيبي استاذ صبحي اهلا بحضرتك استاذ مساك استاذ مساك مثل استاذ عبد الشافي صادق عبد الشافي صادق الله يخليك استاذ حسن حبيبي آه أنا كلمتين قبل ما أقول الثلاثة اللي أنا بختارهم يعني طمنا الأول على الأجواء عندك وطمنا على إخواتنا في فلسطين الأجواء عندكم شايف إنها يعني ساخنة الفترة الأخيرة والله يعني فيه هبه في هبه هلقيت في القدس وان شاء الله ربنا يجيب الخير لانه انت عارف هذول الاسرائيليين طبعا والمستوطنين بتوعهم بس انتوا قدها وطول عمركم بتكافحوا وانتوا شعب مكافح جدا يا استاذ حسن ونقف مع يعني ضد يعني ضدهم لانه دايما في هجمه شرسه دائما على القدس وعلى الاقصى طبعا واحنا ما عندناش شك انكم مناضلين طول عمركم وتكملوا ان شاء الله نضلكم اتفضل بقى نرجع لموضوع حلقتنا حبيبي الله يخليك سؤال أه حلقتنا انت متابعه ولا لا؟ اه طبعا طبعا انا متابعك على طول يا استاذ صبح انا ما اقدرش انا دايما قدام التلفزيون فيش شرف ليا ربنا يخليك كل يوم ثابت لازم اكون قدام التلفزيون حبيبي يا استاذ حسن طيب رشح لنا الثلاث لعيبه بقى الاستاذ احمد جمال لازم اتابعك طيب الله يكرمك الله يخليك احمد جمال حبيبنا وصديقنا يعني الله يبارك فيك هو انتوا الاثنين انتوا الاثنين اللي بتفشوا عجوله الفلسطينيين بتفش غلنا يعني ربنا يخليك حبيبي ومعانا كمان الوتد التالت اهو كيف؟ معانا الوتد الثالث في خيمه الاعلام الرياضي الزملكاوي يعني لا هذا حبيبي الاستاذ عبد الشافي طبعاً، طبعاً. حبيبي 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 هو هذا حبيبي, وهذا الكل. الجريء الكبير اللي... يعني كبير آ... الزملكاويه الله يخليك يا استاذ حسن اختار لي الثلاث نعم. لعيبه استاذ حسن بقى آه يعني انا حرام يعني الكابتن محمد صبحي اللي هو الحرام يعني نخدم حقه اللي هو حارس الاتحاد صح اه <applause> يعني طبعا يتعلق يعني مع المنتخب في كاس امم افريقيا <applause> آه. وخد حافظ على شباكه نظيف ضروري يكون لانه بعتقد انه هو احسن احسن لاعب مصري حاليا, في مصر حالياً طبعًا او احسن طبعًا. مدافع في مصر او احسن مساك في مصر نمرة اثنين ونمرة ثلاثة لا ده نمرة واحد لأنه لا محمد أه صبحي اوكي اوريدي موجود. خلاص محمد صلاح والونش مين نمرة ثلاثة؟ محمد صلاح لا أنا بحكي عن محمد صبحي الحارس. ماشي هو اوريدي موجود مع المجموعة هو بالضبط هو بالضبط هو, بالضبط هو في المنتخب هو في. رقم واحد الونش. آه. رقم اثنين لازم طارق حامد يكون. آه. ثلاثة اللي هو محمد صلاح، احنا كده بناخد العمود. طب كويس انك خدت محمد صلاح معاه هو كده خد ثلاث خطوط يا استاذ حسن انت كده خدت ثلاث خطوط كلام جميل وانا انا شايف ان برضو اختياراتك مثاليه والله يا استاذ حسن شرفتنا وتحياتنا لكل اهالينا في فلسطين الله يسعدك يا رب بس كلمه واحده بسيطه يعني بينفع يعني بينفع الزمالك امبارح يلعب نصف نهائي الكاس واليوم يلعب الكاس النهائي هي هي لائحه البطوله كده ومن زمان وهي كده على فكره اليد بيختلف عن كره القدم متى لعب نص النهائي امبارح لعب نص النهائي والاهلي لعب قبل الزمالك بيوم في نفس اليوم لا في نفس اليوم يعني ما الاهلي ما. كان بيلعب في نفس اليوم نص النهائي ماشي بس قبله بساعتين ثلاثه يا نهار ابيض يبقى لك عندنا ساعتين يا استاذ حسن <applause> انت هتقف لنا بالساعه شكرا يا استاذ حسن شرفتنا والله ونورتنا إن يعني انا بعتز فيها الله يسلمك حبيبي ربنا يخليك اهلا بيك <applause> اهو يا عم الراجل بص مش هيقف الاتحاد اليد على ساعتين <applause> لا مش كده هو هي طبعا لائحه البطوله وزي ما قلت لك اللائحه هي عقد اتفاق بين الانديه وبين طبعا بس كان المفترض ده نهائي كبير مم. انت بتكلم على نهائي بطوله سوقته صح نظمته صح اديته 3 4 ايام يعني. بالظبط شو بقى يعني اللي اختم وكان نوست... على فكره بعته وسوقته وعملت آه بالظبط آه. عملت كل حاجه آه. وكان جبت منه فلوس دخل الاتحاد ودخل دخل كل حاجه ودخل الاهلي والزمالك طبعا آه. في حد معانا يا احمد بس للاسف هم تعجلوا يعني امم طيب انا شايف اختياراتهم كلها بتدور بين الاربعه اختيارات منطقيه منطقيه جدا آه. زي ما قلنا في الاول الونش وطارق حامد ومحمد صلاح ####والشناوي ما بين ناس بتروح وأنا أضفت لهم النني وضفت لهم كوكا... وأنت ضفت لهم النني حدش اتفق معاك للأسف فمتقوليش النني تاني لو سمحت ولا كوكا... لا 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 الله يخليك <applause> النني مكسر الدنيا مع الأرسنال... أنا عارف النني لعيب كبير جدا شي. بس... وكوكا إنت... ساهم في فوز فريقه بالدوري... كوكا محقق الدوري اليوناني مع فرقته خلي بالك يمكن عشان عنده في منطقه الديفندر في لعيبه برضه بذلت جول ولعيبة كبيره في المنتخب الاولمبي ربما يكون ما بيعانيش ممكن. زي ما هيعاني في منطقه قلب الدفاع او حراسه المرمى او دعم الهجوم ما هو حامد ديفندر ايوه ما عشان كده بقول لك طارق حامد الناس بتذكر اسمه لكن انت عندك برضه لعيبه ديفندر في المنتخب ده كويسين هايلين على فكره هايلين آه. جدا فبرضه مش عايزين نبخسهم حقهم وبصراحه عنده بطوله نموذجيه في امم افريقيا تحت 23 سنه بقول لك فرقه ما اتغلبتش فكلهم يستحقوا ان هم يكونوا موجودين <applause> النهائي كان مع كوت لو انت فاهم آه, اه طبعا وعملوا ماتشات مهمه جدا جدا آه طبعا يعني انا سعيد ان الناس بتذكر طارق حامد لانه يمكن انا انا شخصيا هو يستحق اه طبعا هو اللعيب الثابت في مستواه حتى والزمالك سيء الوحيد كان انت حتى لو اتفرجت اتفرجت على القمه مع الاهلي كان طارق حامد وبن شرقي طب تقريبا عشان ما قلناش اسامه حسن يروح المنتخب الاول المنتخب الاولمبي هو معانا على التليفون دلوقتي كابتن اسامه مساء الانوار مساء الفل حبيبي يا حبيبي اهلا بيك يا اس اخبارك ايه رجعت من اسكندريه ولا شايفي. لسه حبيبي <applause> ازيك ازيك يا حبيبي عامل ايه كل سنه وانت طيب يا كابتن كل سنه طيب حبيبي كنا بنتكلم في أكثر من موضوع انا عارف الوقت بيدهمنا وانت يعني انا عمال ادور عليك من بدري لكن قول لي رايك فيما يتردد عن محاولات تاجيل مباراه القمه بين الاهلي والزمالك محاولات تاجيلت يا نجم اتاجلت واحنا هنا في لا لسه ما اتاجلتش اتاجل يا يعني انت مع ولا ضد؟ لا ضد طبعا ليه وبتخدم مين مساله التاجيل؟ انا 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 اسالك سؤال ما من غير الدوليين ايه اللي هيحصل يعني؟ ولا حاجه طيب بس ما انا عامل قائمة عامل القايمه 30 ليه و35 ليه؟ واحنا نفسي يبقى عندنا جرأه مثلا الاتحاد السعودي لما بيكون عنده دوليين بيلعب من غير الدوليين سواء دوري او كاس لا هو ده بس الاهلي والزمالك دولت مش عشان اخش النادي الاهلي او نادي الزمالك يعني. طيب لازم يبقى سوبر طبعا طب خلاص اللعيبه عندي كلها سوبر ما اي حد يلعب اللي يحصل يعني اي حد في ال 30 في في القائمه ال 30 واحد يقدر يأدي في الفريقين إيه؟ ما انا مش أخش نادي الزمالك ولا اخش نادي الاهلي لعيب قليل مستحيل امم لعيبه كبيره فالموضوع بسيط جدا هل اللعيبه اللي بيختاروها اداره الزمالك واداره الاهلي لعيبه قليله؟ هل اللي بيلعب في انديه القائمه لعيبه قليله؟ لا, لا, طبعا لعيبه كبار طبعا خلاص انتوا ليه امم حاجه غريبه اقسم بالله ودايما دايما محاولات تاجيل خارجه من اتحاد الكوره لا من الزمالك ولا من الاهلي ولا ده ده عايز يلعب وده عايز يلعب اتحاد الكوره بياخد قرار مع ليه ما عارفش ليه طب وحكا... اللي فات وايه اللي حصل يعني اه متابع معانا حكايه المباراه الفاصله بتاع مواليد 99 دي اللي عايزين ي... ي... يلغوها برضو لا اسمها الكارثه مش كده اسمها اسمها انت ليك رأ... فيها راي وانا عايز اسمعه آه ما انا ماسك في قطاع ناشئين الزمالك طبعا آه هيقولوا طبعا انا بتكلم عشان خاطر انا في نادي الزمالك وقطاع نادي الزمالك وحتى اتكلم وايه المشكله بالعكس ده انت عشان طرف كلامك يهمنا لا انا مش هتكلم في انا هتكلم في لائحه وهتكلم في الموقع بتاع النادي الاهلي اللي هو ازاي قبل المباراه يعني قال لك لازم اخسر من ثلاثة اهداف طيب دلوقتي انا اللي قلت ولا اتحاد الكره والليحة ولا الموقع الرسمي بتاع النادي الاهلي النادي الاهلي طب بتتناقشوا في ايه بالظبط هو انتوا يا جماعه بتخاطبوا ناس عبيطه وناس بتفهمش ولا انتوا عايزيني بجد مش فاهم انا يعني هي دي رياضه انتوا بتشحنوا الناس في لعيبه في اجيال طالعه بتشحنوها شحن مش طبيعي والجماهير بتشحنها شحن مش طبيعي واحنا مم. في البلد مش ناقصه يا جماعه بعد اذنكم راعي ان في ناس بتشتغل في البلد ناس عايز تطور البلد واحنا عايزين نطور البلد واحنا ضد اي تعصب بس انتوا بتقولوا تعصب مش احنا يعني انت شايف ان لأي حاجه بتدي البطوله للزمالك احنا رايحين وعارفين كده مش كده بحكم مم. الاهداف فرق الاهداف ماتش الاسماعيلي ماتش الاسماعيلي بتاع ماتش إنبي والاهلي إنبي كسب الاهلي 2-1 وهنكسب الاسماعيلي 2-1 خلاص مستحيل النادي الاهلي لو عمل ايه كسبنا ثلاثه مستحيل امم فبنحتفل ببطوله في الملعب وعارفين احنا خدنا البطوله خلاص وادي لعيبتك احتفلت وقفوا 18 مباراه و18 سنه وشغلانه كده تعاقبكم عليها كان ازاي؟ عدد الكبير المباراة من المباريات وفي اه طبعا واحمد عيد موضوع امام عاشور ده واحمد عيد ممكن اقول ايه موجه كوميدي امم آه نايل كوميدي قرارات آه عشوائيه قول اللي انت عايزه هو عقاب على اللي عملوه حضرتك انا في اوضه اللبس قلت اي لبس، اي كان لبس اي كان لبس. انت تعاقبني بمرتين في مباراه مباركة في حاجه لا ولا حكم مباراه يعني انا انا جوه الملعب اللي خارج المستطيل فين بقى موقف مالك. الجبالية الجبلايه من الكاميرا اللي جوه اوضه اللبس يا اسامه انت مالك كاميرا اللي جوه اوضه اللبس. اللبس ممنوع أه وانا 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 في اوضه اللبس مع دمار أرقص واعمل اعمل اي حاجه يعني يخش الحاجة بيخبط عليها ويديني نزل ويطلع لا انت طبعا مالك يعني في اوضه اللبس يعني امم الغلط اللي غلطه امام عاشور انا انا مش مع الغ... انا مش مع اي حد كلنا ضد ضد التجاوز وضد الخروج طبعا في اداره نادي محترمه نادي الزمالك هي اللي تعاقب مش انت مم. انت عمرت ايه؟ لانها بره الملعب انا اقول لك ايه الاماره بقى يا نجم بص يا يعني دلوقتي نادي نادي الزمالك النادي الوحيد اللي على الجمهوريه في مستوى الجمهوريه في قطاع النشئين عنده 16 لاعب هم لك بالاسم افضل 16 لاعب هيخشوا في 10 او 12 سنه جايين مم. النادي الاهلي وكل الانديه الثانيه عندهم واحد او اثنين عنصر واحد او يعني مثلا عندهم عمار بس بس مثلا عمار حمدي بس في 99 اي لاعب ثاني ما فيش انت عندك من 2001 ل 99 عندك بشر لاعب وكلهم دوليين اعتقد في منتخبات الشباب بص يا سيف جعفر 99 م. حسين فيصل اسامه الحسيني آه... انديل جون ده في التسعه آه يوسف محمود تسعه عندك ال 2001 كله بقى حدث ولا حركه ده احسن فريق في عيد. مصر على فكره اه احمد عيد حسام اشرف اسامه فيصل بيسو آه حاتم آه حاتم الثاني 2001 برضه قد آه كده كده ستة وهناك أربعة ده 10 لعيبة قوام الرئيسي يبقى يبقى النادي الأهلي نادي الزمالك 10 لعيبة عارف يعني 10 لعيبة ناشئين سوبر طبعاً يعني 10 جيل. 10 لعيبه سوبر دي يا منتصر يعني انت بتوفر بتوفر النادي فوق ال 100 مليون جيل جديد انت بتقدم جيل جديد للزمالك بص يا نجم انتماء انتماء ماشي انتماء وفلوس وبطولات بالظبط حبيبي يا كابتن اسامه دايما بتشرفنا وبتنورنا والاسبوع الجاي تكون قاعد مكاني هنا ها ربنا حنايا طبعا <applause> ربنا يخليك يا استاذ عبد الشافي قول واحده أتكلم من... اتكلم كلام منطقي واحده من اجمل الحلقات اللي انا عملتها الله يخليك ده عشان انت بس يا استضافه رائعه جدا الله يخليك تسلم الناس كمان مبسوطه معانا في الحلقه فانا بشكرك تسلام جدا تسلام. جدا توعدني نكررها ان شاء الله قريبا ان شاء الله يا حبيبي كل سنه طيب رمضان كريم ربنا يخليك اعزائنا المشاهدين يعني سهرناكم النهارده شويه كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكون الحلقه عجبتكم ونتقابل ان شاء الله الاثنين السبت الجاي و2-0 شكرا